عندنا شوية شغل مش بطلين. رجعوا مش الأهل أهو. هو السلك مهزوز. عايز تعمل ايه يا عم؟ ليه طيب نشوف البلاد جروب، طب نشوف الار اتش، طب نعمل جينيتك ستادي، طب نشوف السكر، طب مش عارف ايه، فيطلع في عندهم مشكله فيقعدوا مع بعض. ايه رايك؟ فتقول له اعتقد انه ما فيش تشانس كويسه ان احنا نجيب بيبي، ايه رايك نجرب حظنا مع حد تاني؟ يقول لها اوكي، هاي كده. طبعا الكلام ده عندنا خيال علمي. ليه بقى؟ ده عندنا اسمه ما اسمهش بري كونسبشن، اسمه بري ميريتال، صح؟ يعني في بقى احنا عندنا الخلفه دي هي شرط اسمه الجواز. طب ماشي، طب البري ميريتال انفستيجيشن ده هنعمله امتى؟ فكروا معايا كده، هنعمله غالبا قبل كتب الكتاب. يعني في ايه؟ في حاجه اسمها فتحه وخطوبه وبتاع، دي حصلت خلاص، كويس؟ طيب بعد لما الكلام ده يحصل وبعدين ايه؟ نيجي ايه؟ نقول لك ايه؟ اعمل الحاجات دي عشان في ورقه هنديها للمأذون. فيطلع في عندنا مشكلة ان هنعمل ايه؟ وسمعة البناية، ايه رأيك؟ سمعة البناية اللي اتقرف في حتها والخطوبة والناس اللي جت، الكلام ده بيتعمل قبل كتب الكتاب بايه؟ بكام يوم كده؟ فهو هنا الاونلي انديكيشن للبري ماريتال انفستيجيشن في مصر هو اختبار قدرة الزوج على دفع 50 جنيه للراجل عشان طلع له ورقة بس. تبقى فاهم يعني. وبيني وبينك انا لما باجي افكر كده، ان احنا عندنا لا ملوش معنى. ما هو انت هتعمل يعني ما مش معقوله ايه؟ هتقعد ابو واحده لمؤاخذة يعني الكلمه اخويا مجدي تقول لها معلش هستأذنك قبل ما اقعد بيجي نعمل بس شويه تحليل كده وان شاء الله الامور هتبقى صغيره. مش منطقي يعني، ايه الجرأه دي؟ خبرك او تقول لها انا معجب بيجي تقول لك تحليلك. تحاليل يا بطه ولا بس. ففكره البري كونسبشنال كير في مصر هي فكره خياليه اسطوريه، مش علشان هي صح او غلط، هي علشان في السوشيال ستيت او السوشيال سيركمستانسز بتاعتنا تطبيقها صح، انما يعني بره بيعملوا كده. احنا ممكن نعمل انتينيتال كير قشطه يعني. وزي ما قلت لكم ان ده بروجرام اوف بريفنتيف اوستر، ده برنامج
وقايه وليس برنامج علاج، برنامج ايه؟ وقايه. ان انا عايز امنع الميديكال والاوبستريك كومبليكيشن والسبرجنسي عشان في الاخر احصل على هيلثي فيتس وهيلثي مادر وسيف ديليفري. الاوبجكتيف ان انا اعمل ديتكشن للاوبستريك كومبليكيشن والميديكال ديس اوردر واي كومبليكيشن افكتنج الليبر زي مالبريزنتيشن وهيلثي فيتال بريجنسي. الله، يعني detection of high risk pregnancy. Detection of high risk pregnancy. أول يوم قلت لك في detection of high risk pregnancy كذا وكذا وكذا. طيب وبعدين أعلم الست يعني إيه حمل وإيه اللي بيتعمل فيه، يعني إيه ولادة وإيه اللي بيتعمل فيه. تالت حاجة أبتدي أكلاسيفاي، هو ده الكلام بقى. أنا بتابع الحمل عشان أبتدي أصنف العيانين لعيانين low risk أو normal وعيانين high risk. زي ما قلت لك البريكونسبشنال فيزيت انا جاي لك وناويها واظبط واكيد على الباب بخبط وكلام زي كده. فكك من البريكونسبشن، متابعه الحمل افهموها مني زي ما بتتعلموا. انا قاعد في العياده، تديني الاول عيانه. العيانه ديت يا دكتور خير يا فندم، حضرتك انا حامل. وبريتنا لا انا جاي اتابع الحمل عادي. ماشي يا فندم. طيب دي اول قاعده لينا، لو سمحتي بقى هبتدي اخد من حضرتك هيستوري كامل. طبعا انتوا عارفين هيستوري بقى خلاص. بيرسونال وباست وفاميلي ومنستر وكونتراسبتيف وبستاتريك وكل حاجه. وتاريخ حمل فات قبل كده مش عارف ايه وبتاع. فادي اول حاجه قعدت معاها فتره طويله اخد الهيستوري. وبعدين ابتدي اعمل لها اكزامينيشن، اخد كل البيومتري والفيتال داتا بتاعتها، اعمل لها البي ام اي، وزن وطول مش عارف ايه وبتاع، وبتعدينا اقيس الضغط والحراره ومش عارف. الله حلو قوي. بعدين اعمل لها ابدومينال اكزامينيشن اتاكد ان مفيش في بطنها سكار ولا سويلن. طبعا مش منطقي ان انا في اول حمل اعمل لها فاجينال اكزامينيشن، مش عشان ما سقطهاش، عشان مالوش قيمه، عشان بس الخيالات تقول لك ايه وراح فحصها وسقطها وبتاع. مفيش حاجه اسمها فحصها وسقطها، كل ده كلام فارغ. البي في ما بيعملش ابورشن بدليل ان الانتركورس شخصيا ما بيعملش ابورشن، عشان بس ريحك كويس. ففكرة انه لا بس انا ما بعملش فحص علشان انا مش محتاج هذا الكلام الا اذا كان انديكيتد. يعني ما تقولي مثلا بطني بتوجعني، طب وريني كده فيها ادنكسل تندرس ولا لا وريني. انما عشان كده بنقول احنا بنعمل جنرال اكزامينيشن ابدومينال اكزامينيشن بلس اور ماينس فاجينال. انا بعمل فاجينال اكزامينيشن اونلي اف نيدل، وبعدين ابتدي اعمل لها انفستيجيشن. من وانت صغير بتقول على السكر اوكر، معلمك ان ايه خلاص يا فندم احنا انا عملت ايفالويشن للعيانه، هبتدي اطلب منها بقى شويه تحاليل. ايه التحاليل؟ اول تحليلين اللي مش مكتوبين اللي هم ايه؟ بريجنسي تيست والترا ساوند. بريجنسي تيست وايه؟ والترا ساوند. ده منطقي، ده اول حاجه. فتح كلام كده هتقول لي مش مكتوبين في كده، قال لك لا مكتوبين في اول الكتاب خالص حاجه اسمها دايجنوزس اوف بريجنسي. ان انا اكتب ايه؟ ان شاء الله نعدي عليها في السريع. ان انا بعمل بيتا اتش سي جي، مش بيتا اتش سي جي بقى، بريجننسي تيست. اسمعوا روتين في الحمل ان انا يبقى معايا بريجننسي تيست بوزيتيف او نيجاتيف، بس مش روتين في الحمل ان انا اعمل بيتا اتش سي جي. اصل ده سؤال امس كان مشهور قوي، يقول لك كل اللي جاي ده من الروتين انتي ميتال انفستيجيشن، فتلاقي فيه في النص بيتا اتش سي جي تتر. لا ده مش روتين، ده بعمله ايه في انديكيتد. الروتين ان انا اعمل بيتا اتش سي يطلع لي نتيجه بوزيتيف او نيجاتيف. بوزيتيف يبقى فوق ال 50 نانو جرام خلاص خلص، نيجاتيف يبقى تحت ال 50 خلص. ماشي بص يا سيدي، وبعدين عملت بيتا اتش سي والترا ساوند، بعد كده بعمل سي بي سي بلاد جروب ار اتش كومبليت يوريز اناليسيس بلاد جلوكوز سكريننج بلس سكريننج اوف سيكشوالي ترانسميتد ديزيز وستور. قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا اول مره تسمعوه مني؟ سي بي سي كومبليت يورين اناليسيس بلاد جروب ار اتش بلاد جلوكوز سكرينج للعيانين الهاي ريسك، مش عارف انا الهاي ريسك هوم بوكينج، وبعدين سيكشوال ترانسميتد ديزيز وستور. حلو كده؟ دي الروتين انتي نيدال انفستيجيشن. جميل. بطلب منها الحاجات دي واقول لها، هي جايه لي مثلا خمس اسابيع ست اسابيع، بطلب منها الحاجات دي واقول لها تعالي لي لما تبقى 11 اسبوع. لما تبقى 11 اسبوع تجي لي اعمل لها السونار الاول، مش المفروض اعمل لها السونار قبل كده. طبعا كماله القعده، احنا لسه قاعدين، احنا لسه قاعدين، ببتدي اقول لها خلي بالك يا فندم في شويه حاجات هنبتدي نمشي عليها.
اكتبه لها في ورقه، تبقى ورقه مطبوعه اوزعها عليها. هعلم حضرتك تاكل ازاي، هعلم حضرتك الاكسرسايز الاكل، هكلمها عن كل حاجه من ساعه ما تصحى لغايه لما تنام. هقول لكم كل حاجه دلوقتي خلاص كده. والله احنا بننام قد كذا، لما بنصحى بنعمل كذا، بنخش الحمام كذا، بعد لما نصحى الفطار كذا، بعد كده لو بتلعب رياضه الصبح نظامها كذا، بعد كده لو بتروح الشغل نظامه كذا، لو مسافره نظامك كذا، لو بتعمل كل حاجه هقول لك عليها دلوقتي. وبعدين فالقعده دي بتطول قوي، يعني القعده بتاع الفيرست اند نيتال فيزيت دي يعني بتاخد لها مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع عشان تقول لي كل الكلام ده. تيجي العيانه دي بعد كده، الا بقى لو انت كاتب الحاجات دي في ورقه، لا اقرا الورقه دي وسقي فيها المره الجايه، ما فيش مشاكل. بعد كده بتيجي تعمل لها ريتيرن فيزيت. الريتيرن فيزيت دي عاده بتبقى كل اربع اسابيع لغايه الشهر السابع، كل اربع اسابيع لغايه الشهر السابع. بعد كده تبقى كل اسبوعين في الشهر السابع والثامن، بعد كده في التاسع بتبقى مره كل اسبوع. الكلام ده للعيانين اللو ريسك. العيانين الهاي ريسك بيبقى مور فريكوينت، يعني اضرب في اثنين، يعني كل اسبوعين وبعدين كل اسبوع وبعدين مرتين في الاسبوع، او تبقى هوسبيتالايز لما تخش في التاسع. طيب بنعمل ايه في الريتيرن فيزيت؟ بنسالها على الورنينج سيمتوم. الورنينج سيمتومز دي طبعا ما درستها لك في الشيت لو انت فاكر، اللي هي تبتدي من ايه؟ من اول فوق كده، ان يبقى في فيفر او هيدك او بليرنج اوف فيجن او بريزيستنت فوميتنج، كويس؟ او يبتدي يبقى في ابدومينال بين، صح؟ او يبتدي يبقى في فاجينال بليدنج، او يبتدي يبقى في فاجينال ووتري ديستشارج، او ديكريس فيتال كيكس، او لور لمب ايديما، صح؟ دي اسمها ورنينج ايه؟ سيمتوم، اللي هم باختصار بتوع الامراض المشهوره اللي ليها اعراض مشهوره اللي احنا خدناها، صح كده؟ طبعا يجي على راسهم عشان ما تنساش الهايبرتنشن والابربشن والهايبر ايمسيس والانفكشن، هتلاقي هم دول اكتر حاجات. ده بالنسبه للام، وبالنسبه للبيبي ديكريس في تبكيكس، هي دي الحاجه اللي تهمها، ماشي؟ طيب لما تجيني بسالها حصل لك حاجه من الحاجات اللي انا قلتها، وبعدين ابتدي اوزنها. الوزن ده المفروض ان العيانه بتزيد تقريبا في الحمل نص كيلو في الاسبوع، يعني كيلو كل ايه؟ اسبوعين. لو زادت اكتر من كده، زادت انت زايده 2 كيلو بقى المره دي في الاسبوعين دول، انت زايده 5 كيلو في مش عارف ايه، اجري على طول اقيس لها الضغط واشوف الزلال في اليورين. لو لقيت ضغطها عالي وفيها زلال في اليورين تبقى ايه؟ بري كلامس. ويبقى الويت جين ده تشو اديما، يعني بيسموه اوكا، يعني انا ممكن ما ابقاش شايف الاديما يا اولاد، ما ابقاش شايفها في الرجلين، بس يبقى في بقى ايه؟ البارينكما، في الليفر معبي ميه، الجدني معبيه ميه، المصاريقه معبيه ميه، مصاريقه يعني الاومنتر كده يعني. فدي سموها اوكلت اديما، فلما الاقي عيانه فيها ويت جين اجري بسرعه اقيس لها الضغط ايه؟ والزلال. لو لقيت الضغط والزلال عاليين يبقى ده ايه؟ بري اكلامسيا، ودي اوكلت اديما. لقيتهم نورمال، ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ ان ده محشي. ده الديفرنشال دايجنوزس، ان يبقى ده محشي كلب بقى كتير وبتاع فتخنت عادي يعني، خلاص؟ فالعيانه اللي تخنت اللي فيها رابد ويت جين قد تكون اوكلت اديما وقد يكون ايه؟ محشي. طيب ورنينج سيمتوم، عشان كده بجري على طول اقيس لها البلاد بريشر وابص على الاديما، كل ده ببص على ايه؟ ببص على الورنينج سيمتوم. الفاندل ليفل والفيتال هارت ساوند، ده بالنسبه لنا ده السكريننج بتاع مين؟ بتاع البيبي. بلس اور ماينس الترا ساوند، انا بعمل الترا ساوند امتى؟ بعمل الترا ساوند في البيت، بعمل الترا ساوند ميجي مرتين في الحمل، وعشان كده ده موجود في كتاب جميل قوي الشابتر اللي جاي اللي هو السكريننج بتاع المالفورميشن. بعمل السونار في الحمل مرتين زي ما اتفقنا، مره في اول الحمل 11 13 اسبوع، والمره الثانيه بتاع استشفاء غسيل الجسم عند 20 اسبوع بلس اور ماينس 2 ويكس. جميل. ألذ حاجه بقى العيانه لما بتجي لي في المره الثانيه دي، زي ما انتم شايفين الحاجات دي ما بتاخدش ايه؟ 10 دقائق تبقى تشيكت. فدي تقول لي خلاص كده امشي؟ حركة العينة اللي قبلها قعدت كتير، طب ما انت مرحومك اول مرة ما انت قعدت ساعة لما حد كلمك، يعني الله العظيم حد كلمك، فاجي نمشي كده خلاص، ايوه خلاص امشي، خلاص ما احنا اطمنا عن الحاجات دي، فالريتيرن لازم دايما بتبقى ايه؟ سريع، ده بيعمل لنا شوية مشاكل مع العيانة المصرية العظيمة. طيب، دي الأوبجيكتيف، خلاص، واحنا قلنا early detection and prevention of ال pregnancy complication, detection and management,
بتاع الميديكال ديس اوردر ديتكشن اوف كومبليكيشن زي المال برزنتيشن. ادي فكره الديتكشن، شفتوا الرسمه اللي فاتت قلنا ديتكشن اه اوبسيدريك كومبليكيشن وميديكال ديس اوردرز والمال برزنتيشن الحاجات اللي بتبقى فيه مشاكل مع الحمل. ده الاوبجكتيف رقم 1. 2 ايديوكيشن، ايه الحمل وبيتعمل ازاي والولاده ونعمل معاها ايه. اخيرا ان انا اقسم العيانين اهي عشان بس تبقى انت فاهم، احنا كتبناها هنا بس كتبناها ايه بحروف ايه قليله. ده يا ولاد دي المذاكره، دي المذاكره. انتوا لا المذاكره بتاعتكم مش كده انا احفظ السطر ده كله، ما ينفعش ما ينفعش. هو انت داخل مسابقه اجازه؟ اجازه يعني هنشوف انت حافظ الكتاب وبتسمعه. ده مش متعبد بتلاواتي، الكتاب ده مش متعبد بتلاواتي، الكتاب ده المطلوب مني ان انا ابقى فاهم ده، بعد كده بعبر عنه بطريقتي. مش بس النسب اي حاجه، بصوا الفرق ما بين ان يعني ايه اللي مكتوب في الكتاب وما بين انا بذاكر ازاي، فاهمين ولا لا؟ لو انا قعدت اذاكر كده انا هسقط بنجاح و يعني بالجداره وعن استحقاق وكل اللي انت عارفه، ماشي؟ سيبك بقى من البري كونسبشنال مانجمنت زي ما اتفقنا، انا جاي لك وناويها اظبط اي ميديكال ديس اوردر، اكيد عم بخبط اي كومبليكيشن، هتعمل لي ايه؟ ابتدي اوقف بقى الخمر والميسر وقت البنات والانصاب والازلام وكده، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طيب في الفيرست انتي نيتال فيزيت هي الاساس هنا الايفالويشن، باخد من العيانه منسترال وستاتريك مش عارف ايه كل اللي انت عايزه، بعمل جنرال اكزامينشن، بعمل ابدومينال اكزامينشن. فضل ليفل ده طبعا لو العيانه جايه متاخره، وبص بقى عشان الاكزامينشن ده بقول لي اف للسيسري، العيانه بتقول لي بطني بتوجعني حاجات زي كده. بعمل بلاد جروب ار اتش سي بي سي، بصوا بقى سي بي سي وحتى بص تلاقي عندنا ام سي كيو مشهور، افهمني بس في الحته دي عشان خاطر مين اللي كاتب زي كده اهو. بلاد جروب ار اتش بلاد جلوكوز سكريننج كومبليت يورين اناليسيس زي ما محمد عبد العليم بيدرس وستورش وايه وسيكشوال ترانسميتد ديزيز، خلاص كده اهو ادي الايدز والهيباتايتس والحاجات دي افنس جاني. ده الروتين لاب صح، محمد عبد العليم درسه كده صح، بس هو حق ربنا هيموجلوبين. لذلك هتلاقي في الام سي كيو يقول لك ايه سي بي سي وتطلع غلط. يعني عاوز اقول لك لو ما لقيتش في الام سي كيو لقيتهم كلهم صح ما عدا كلمه سي بي سي، اختار ان السي بي سي دي الاكزاكت. ليه؟ لان السي بي سي ده ايه؟ مش هو الروتين، الروتين انا اعمل ايه؟ هيموجلوبين. فهو الفكره ايه؟ وانا شفتها بعيني نادين جايبه من كذا كتاب، ففي كتاب مختار ان السي بي سي اكسبت، وكتاب مختار ان الكواليتيف بيتا اتش سي جي هو اللي اكسبت، وفي نفس السؤال مكتوب ان السي بي سي تنفع روتين، فاهمين ولا لا؟ فهو بس عشان اعلمك حق ربنا مين اللي الروتين الهيموجلوبين. لو لقيت سي بي سي في السؤال شوف لو في واحده اصح منها مالهاش دعوه، يعني مثلا ما جبت السيريت انا بقى ليفر انزيمز ورينال فانكشن صح؟ فلو في السؤال ليفر انزيمز او رينال فانكشن تيست يبقى دي الاكسبت عن جداره واستحقاق، اتفقنا؟ مفيش ابتدي ادور في الباقيين، ما لقيتش غير السي بي سي تبقى السي بي سي، لقيت حاجه اصح من السي بي سي مفهوم ولا لا؟ اوكي؟ طيب في الريتيرن فيزيت بساله على الورنينج سيمتومز، ببص على الويت جين، ببص على الاديمه، ببص على البلد بريشر، على الفندل ليفل، والفندل ليفل ببص عليه من اول 20 اسبوع، بسمع الفيتال هارت ساوند باي سونيكيد بينرد. مين بقى سونيكيد ومين البينرد؟ البينرد ده عباره عن جوز، روح النهارده وانت معدي عدي على الاستقبال كده هتلاقي فيه سونيكيد، سونيكيد ده اللي هو ده بطرق بيبعت صوت ويرجع له صوت يوجمنت الصوت فيسمع الهارت ريت. هو مش بيسمع الهارت ريت اكشوالي، هو بيسمع الفلو بتاع الارت بيسيز سيستوليك ودايستوليك، فاهمين؟ ده ايه؟ ده سيستوليك ودايستوليك فلو، بس بيحولهم الى صوت اللي هو بتاع الدبر باستخدام الدبر تكنيك، فاهمين؟ طيب هو بيعمل اللي بيعمله جون كريستيان دوبلر. لو جون كريستيان دوبلر قال لك ايه؟ لما تبعت ويفز على موفينج اوبجكت، فانا هنا هحط على الار بي سيز بتاعت البيبي وهي بتتحرك في الهار، فهبص الاقي شويه ترجع لي اقوى، ده اللي يديني الصوت، وشويه اقوى، فاهمين الفكره ولا لا؟ اوكي. يبقى ده اسمه سونيكيت دوبلكس انسترومنت، هتبص تلاقي بتاع كده، حط هنا كده وده اللي بيسوق. البينرد بقى عباره عن ايه؟ كوز معدن، كوز 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 كده. الكوز ده حط كده معتمد على ايه فكره الكوز ده؟ معتمد على ان الكوز ده
بيتهز، عارف العود والبتاع، العود ده بيبقى فيه تعب فراغ كده ليه؟ عشان تعلي الصوت. فانا لما بحط الجوز ده، جوز معدن عامل كده بالظبط. انا عندي طبعا صور بس يعني مش عايز اقعد اقلب، لو جه في اخر الحصه جوز عامل كده. بحط ودني هنا واحط الجوز ده على بطن العيان. فين؟ فوق الهارت بتاع البيبي. اعرف الهارت بتاع البيبي ازاي؟ بالابدومينال اكزامينشن. ادي الراس اهي وادي الباك اهو، يبقى الهارت هنا كده، حاطط هنا كده، واقعد احرك لغايه لما اسمع. لما اسمع طبعا البتاع ده بيهتز البتاع ده كده، فيبتدي يعلي الصوت، فابتدي اسمع الصوت ده اللي اسمه بيلر ديزيز. التراسونوجرافي لما ابقى محتاج، واحنا قلنا امتى بعمل الايه الالتراساوند. بصوا شوفوا كل الصفحه العظيمه اللي قدامك دي تحولت الى كده، كل الكلام موجود بس الفكره بقى وانا اعمل ايه بقى، وانا افكر ازاي، وانا اشتغل ازاي. طيب نبتدي بقى نتكلم. الكلام ده تبع الفيرست انتي نيتال فيزيت، ها، تبع الفيرست انتي نيتال فيزيت. العيانه لما تيجي هبتدي اعمل لها ايه؟ اديوكيشن. هرش هرش هتقول لي عايز اروح الشغل، اقول لها عايز بتشتغلي ايه في الشهر العقاري؟ فاقول لها يا نهار اسود ده مش شغل، احنا عايزين منك اكتيفيتي اعلى شويه. يعني موضوع الشهر العقاري اللي انت تقعدي على الكرسي وتقولي الناس فوتوا علينا بكره، ده مش نشاط، احنا محتاجين في الحم نشاط اقوى شويه. وبعدين ايه تلفي محشي شويه محشي وبتاع كل ده وانت قاعده؟ لا معلش، حمل برده محتاج حركه عشان الدي في دي والحاجات ديت. وانتوا طبعا دي كومبليكيشن مشهوره قوي ان موظفين الشهر العقاري يجي لهم دي في تي وقرح فراش وحاجات كده من قدر الاحلى اللي هم عاملينها، يحبوا حد يقلبهم. تقول لي وورك، اقول لها ماشي نشتغل، بس ما يبقاش شغلانات عنيفه، ما تبقاش شغاله في الفاعل بتشيل اصعب مش عارف ايه بتاع حاجات كده، ملاش كلام. انما تشتغل، لا تشتغل، تروح الشغل عادي جدا. احنا محتاجين منك اكسرسايز، صح؟ ده الصح، احنا محتاجين منك اكتيفيتي. ولكن في قاعده، في قاعده اسمعوا مني بقى النصايح اللي انا بقولها، يعني انا هعاملكم ان انتوا واحده حامل جايالي، اسمعوا الكلام. تقول لي طيب اخبار الرياضه ايه؟ الرياضه، اقول لها خدامك، حاجه ترفعي اثقال ولا حاجه؟ لا، ما تريد ميل قشطه زي على وضعك، بس لو سمحتي ما تبتديش، ما تعمليليش انشطه جديده مع الحمل. ليه؟ هو الحمل الاكسرسايز اللي هي عليها بقالها كتير، الجسم مظبط نفسه عليها، الزعلان واستمرارها عليه مش هيضايقها في حاجه. انا هيضايقني انها تعمل تبتدي تنشيت اكسرسايز جديد، ده بيتطلب من الجسم اكوموديشن، او الجسم مش فاضلها بقى، ما بيعمل اكوموديشن في حته تانية، عنده في ضيف وبتاع، فاهمين الفكره؟ القاعده في الاكسرسايز فاين، اوكي قشطه، بس لو طبعا بتلاقي بقى الاسئله السخيفه، اكو البيسين اخباره ايه؟ والسبا، الهوت تيوب، النظام، بلاش هوت تيوب. بكلمكم بجد والله، طبعا عينت في رزق، عينت القصر العيني طبعا مطروح، عينت القصر العيني هيجي لك في الاخر هتقول لك الساونا والشاكوسي. بصوا بس قول لها الحراره خطر على البيبي يا مدام، نحمده في اول خطر على البيبي قوي يا مدام، نحمده في اول ثلاث شهور. والله يقول لك بلاش. هو طبعا فكره، اصلا فكره الساونا دي فكره، يعني فكره بنت كلب، يعني فكره ان انا اقعد في اوضه حر جدا واقعد اعلق، واخد بالك؟ الا اذا عارف ان انا رايح النار وبعمل بروف، يعني في معاك ذلك. فكره ان الانسان يخش اوضه حر جدا ويقولوا له لا ما تاخدش معاك الموبايل، ما تاخدش معاك اي حاجه خالص، واقعد اعلق كده وتعذب، انا شايف الفكره دي نونسنس، الا اذا واحد متاكد رايح النار كده فبيجرب من الاجواء. طيب المهم، فنرجع تاني ان الاكسرسايز اوكي، المودريت اكسرسايز زي المشي والحاجات دي لطيفه جدا، ولكن ما نبتديش اكسرسايز جديد. طيب بيد ريست، مفيش رول للبيد ريست، وزي ما اتفقت معاك انا من طول الاوبستاتكس بعلمك ان انثى الانسان دي من الثدييات، واخد بالك؟ فهي ايه يعني تلد ولا تبيض، وبالتالي فكره انها ترقد طول الحمل ملهاش. يقول لك ايه مختلف عليه، ماشي مختلف عليه، انما يظل في ناس لغايه دلوقتي يقول لك ايه لا وتريح مش عارف ايه، لا هو احنا بنقول ايه افويد اكزرشن، افويد اكزرشن. اللي انا بقولها للست بقول لها انت لما بتيجي تشتغلي او تنفضي وكده بتقفي لما تتعبي، لا انا عايزك تقفي قبل ما تتعبي، يعني تقسمي شغلك كده بحيث ان لو مثلا مش لازم انفض الشقه كلها، اعمل النهارده اوضتين والنهارده اوضه وبكره اوضه وبعد اوضه وبعد اوضه. والبيد ريست
مش النوم بيد ريست يعني ان انا اريح ومد رجليا مش عارف ايه وحاجات كده ماشي. سيكشوال اكتيفيتي مفيش مشاكل طبعا شايفين بستخدم صح غلط كونتروفيرشال صح غلط الرموز ها صح غلط السيكشوال اكتيفيتي مفيش مشاكل دايما ايه بنحرص شويه في البرايمري. طبعا برضو الكلام اللي هو اللي مش مكتوب في الكتب اللي مش مكتوب في الكتب احنا قاعدين جلسه وديه نصائح الحمل العاديه خالص لكل الحوامل بدل ما ايه ما تسمعها من اليوتيوبر اللي بيقول كلام جايبه من الكبانيه ماليش دعوه. سيكشوال اكتيفيتي مفيش اي كونترا انديكيشن للسيكشوال اكتيفيتي مع الحمل وما بيسقطش. الكونترا انديكيشن للسيكشوال اكتيفيتي هما حاجتين وجع في البطن ونزول شيء من الفاجينا. شيء من الفاجينا ده يطلع ميه يطلع دم يطلع فاجينال ديسشارج بتاع انفكشن دول اللي وقف معاهم الانتركورس. وجود الم في البطن يعني ثريتن بريترم ليبر ولا مش عارف ايه ووجود نزول نازل من الفاجينا سواء ميه سواء دم سواء كده. انما فيما عدا ذلك مفيش كونترا انديكيشن. العينه البرايمي جرافي ده لان هي ايه بنجرب فيها يعني مش عارفين حملها مستقر ولا لا فبتيجي نقول ايه خلينا في الفيرست تريمستر كده ما نزودش عن مره في الاسبوع بعد كده في السكند تريمستر انت كده كده هتعرف منها مش هتيجي ناحيتها بطنها تكبر فما تقلقش خالص يعني اي كلام. انما طبعا بعد كده مفيش كونترا انديكيشن بس الموضوع تكنيكالي بيبقى صعب يعني الاليات تبقى. بالنسبه للهدوم ده اسمه دريل الحمل ده اسمه دريل الحمل. دريل الحمل يتكتب كده لوز لايت لوز لايت شولدر هانجد كلوز. لوز لايت يعني خفيف شولدر هانجد يعني ايه شولدر هانجد يعني متعلق بحمالات من هنا كده وده مشهور قوي هتلاقي كل الحوامل واقفين قدام العياده لابسين دريل بتاع الحمل. ليه؟ عشان هي لو لبست اي حاجه قطعتين اي حاجه يعني لبست سكيرت لبست بنطلون لبست عفريت ازرق هيبقى السكيرت او البنطلون او ده مضطر ان هو يمسك على البلاسينتا فهو شولدر هانجد هو متعلق من هنا فاهمين ولا لا؟ احسن ما يتعلق في البيبي مفهوم؟ لوز لاين. طبعا الكلام ده امتى بقى؟ الكلام ده لما البيبي يعدي الامبليكس فاهمين ولا لا؟ ليه؟ العيانه بتعمل بريجننسي تيست يطلع بوزيتيف ساكعه واحد دريل ونازل يعني هتعمل مجال. لا لا احنا بنتكلم الكلام ده في اواخر الحمل بقى لما اليوترس يكبر وكده. انما انت حامل في اربع اسابيع ايه دريل ليه؟ بتعملي مجال بتعمل مجال ها؟ اوكي. نظافه البريستا اولاد مهمه جدا 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 يعني طيب نظافة البريست مهمة بمعنى ان انا امسك زاد في اخر الحمل احنا امبارح قلنا من اول الشهر الرابع هيبتدي ينزل كولوسترم والكولوسترم ده ممكن يبتدي يعمل انفكشن فالعيانة ممكن تغسل البريست عشان تشيل الكولوسترم ده نظافة مهمة جدا. الحاجة التانية اللي ممكن تعملها انها تعمل تراكشن للنبل لو ناقية النبل ريتراكتد عشان لما البيبي ينزل ايه يعرف يرضع ماشي. الحمام طبعا لسه قايلين امبارح ان الكومبليكيشن المشهوره قوي مع الحمل هي الكونستيبيشن. تبتدي العيانه تقول لي ياخد لاكتيلوز اقول لها خلي ده للشديد القوي لاكتيلوز للشديد القوي احنا هنعمل 3 اف والله كريم. ايه 3 اف؟ فايبرز فايبرز يعني ايه؟ خيار وخس وجزر وتفاح فايبرز فلويد فلويد سوائل كتير. سوائل كتير هتفيدك بقى في موضوع الحمام وهتفيدك في موضوع الايه؟ دي في تي وكده. فيزيكال اكتيفيتي فيزيكال اكتيفيتي نمشي ما نرقدش ما نرقدش يا جدعان موضوع الرقده دي غلط. طيب ماشي. السنان طبعا تغسل سنانها زي الباشا ده مهم قوي ولو عندها دنتال كيرز تروح تنظفها لانه الانفكشن اخطر على الحمل تعديت على فين دنتال كيرز تسوس يعني الانفكشن اخطر على الحمل من اللوكال انيزيا اللي هيديها سقوط فاهمين حاجه؟ انت بتوزن بقى ريسك بنفيت ولو هو ناوي يعمل لها اشعه بانوراما والحاجات بتاعتهم دي تعملها والشيلد يعني بتعملها هنا وده سنجل دوز اكس راي ما يجراش حاجه تلبس شيلد كده وتعمل الاشعه دي من فوق ما يجراش حاجه. طيب تسافر ما تتنيل تسافر بس بشرط الوسيله تبقى مريحه في السفر. اللي فيكم يعني سافر امريكا او جرب يسافر امريكا ويعرف حد سافر امريكا مشهوره جدا طائرة أمريكا ذهابا عبارة عن بطون رجوعا عبارة عن عيال بتوقف مشهورة جدا يعني بص ملهاش حل. أنت تركب كده
وانا باخد شهره في الموضوع ده بعمل مجال برضه واخد بالك؟ يعني بقاعد كده الاقي البطول ده حاجات كده في ده تاكلني واخد بالك؟ حاجات كده وابقى جاهز ومستعد في اي لحظه. وانت الطياره اللي بتطلع من هنا جي اف كي اللي بتطلع عن نيويورك تبص تلاقي بطون كده حلوه كده كل الطياره عباره عن بطون جنبك كده مش عارف ايه وانت مستخبي في وسطيهم. وانت راجع بقى ما تعرفش تنام 12 ساعه العيال بقى اللي اتولدت راجعه ايه بالورق وده مشهور جدا اي حد فيكم سامع هيبقى عارف الحكايه. فهل السفر فيه لا ما فيهوش مشكله لا ما فيهوش مشكله بشرط ان وسيله الطيران تبقى مريحه. يعني زمان كان يقول لك لا ما تسافرش عشان الجمل ومش عارف ايه وبتاع. ايوه الموانع السفر الرئيسيه انه يستحسن طبعا العينه اللي عدت 37 اسبوع ما تسافرش. ليه؟ عشان ما تولدش في الطياره صح. يستحسن ان العيانه وهي مسافره ده بقى المجال بقى اللي انا بعمله. عايزين يا بنات بقى نقوم بقى نمشي نفسينا كده ونفلويد عشان الدي في تي في الطياره 12 ساعه قاعده واخد بالك وهي ليت بريجننسي طبعا دي في تي شايفكم كده قاعدين ها نقوم بقى ايه نلف كده مع الهدفات واخد بالك نقوم في جوله كده نلف كده احنا مع الهدفات كده لا 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 ورا الايه الطياره وبعدين نقعد بقى ورا خالص نشرب نجيب سوائل كده ونقعد ايه نعمل مجال يعني واخد بالك. فدي اهم حاجه لو انت مسافر سفر طويل لازم نتحرك. لا وفي ناس بتريكومند كمان ان احنا ناخد لو دوز ايه اسبرين شوف قد ايه يعني انا خايف منه في السفر الطويل ده اللي هو دي. اصل بصوا في مصر اشهر حاجه فكره اسافر اولد في امريكا يعني دي مشهوره يعني جدا جدا. فهنا حركه فلويد لو دوز اسبرين لا لازم بقى تطمن على الناس اللي قاعدين معاك عشان ما يحصلكش مصيبه وانت قاعد تبقى كارثه. طيب الحاجة التانية اللي تمنع السفر هي فكرة ان انا اروح لمكان ما فيهوش ميديكال سيرفيس. يعني مثلا ايه واحد يقول لك انا هسافر انا وجوزي نقضي الشتاء في الواحات. طب ليه؟ يعني زنقت؟ يعني زنقت؟ ما تروح شرم الشيخ؟ شرم الشيخ حلوة بقى وفيها مستشفى جنوب سيناء وفيها مستشفى كويس يعني زنقتش في الواحات يعني كده. طيب الايميونايزيشن قاعده بتقول لك لايف اتينيويتد فيروس فاكسين از كونترا انديكيتد اذروايز اوكي. لايف اتينيويتد هو اتينيويتد عليكي بس مش اتينيويتد على البيبي جايز ينزل يمسك البيبي يمسح بكرامته الارض صح ولا لا؟ انما كيلد فاكسين صوك ماشي شغال يعني انفلونزا كيلد فاكسين شغال توكسويد ديفتيريا مش عارف ايه بتاع توكسويد تيتانوس سوريتو حاجات دي اوكي. اميونوجلوبولين الهباتيتس خفيف شغال هو الباسيف فاكسينيشن يبقى لايف اتنيويتد فيروس فاكسين. طبعا هنا لما تيجي تبص زي ما انت شايف ادي الانشطه الصباحيه بص معايا على الرسمه ادي الانشطه الصباحيه ادي الانشطه الليليه ادي الانشطه الداخليه ادي الانشطه الحماميه ادي الانشطه السفريه سهله. يبقى قسم بقى النصايح كده في السريع البني كده ادي العشرة الطيبة العشرة دي فيها الأنشطة الصباحية والأنشطة الليلية والأنشطة الداخلية والأنشطة الحمامية والأنشطة الايه الخارجية بقى بتاع الأصفار وكده. دايما انا بحط ايمونايزيشن مع السفر يقول لك لو مسافرة الصومال يعني تاخد قطعة يعني كده عشان ايه ما انساش ايه العشر حاجات. فده البيشنت ايديوكيشن. طيب بالنسبة للأكل يا أولاد الكالوريك ريكويرمنت انا نفسي دايما تحفظه ان الكالوريك ريكويرمنت 30 كالور بالكيلو جرام بير داي 30 كالور بالكيلو جرام بير داي سهله يعني تبقى محفوظات يعني خلاص. باخد بروتين من 80 ل 100 جرام بير داي وده مهم قوي لانه البروتين ده مهم جدا للسيده علشان تعرف تبني الرحم والبيبي وكده. فيتامينز عايزين نخلص عايزين نخلص. انا قلت لك انه بندي الست من 40 ل 60 انا محفظها كده من 40 ل 60 بمتوسط 50 مللي جرام بير داي القرص الصبح اللي بكرره يبقى ثلاث اقراص يبقوا 150 مللي جرام لما الهيموجلوبين يبقى اكتر من كام؟ 11 شفتوا بقى الكلام ادي الكلام صح. طيب ده الحاجه الوحيده اللي شوت بيه سبلمنت ولكن الامريكان عاملين موضوع الماتيرنا ده. ايه الماتيرنا؟ الماتيرنا عملوا فيه زي ما تقول كده كولكشن ها
للفيتامينز اللي بتتاخد. قال لك ايرن، كالسيوم، فوليك اسيد، فيتامين اي بي سي دي كي، ماشي. ف مش صح. الصح ناخد حديد. لسه امبارح واحده طالبه يعني تقول لي انا حامل مش عارف ايه وباخد كذا. طب بصي انا ما بديش غير. قالت لي طب بس ايه رايك؟ قلت لها طب انا قلت لك رايي، يعني انت عايزه ايه مني؟ انا بدي حديد فقط، بدي في الفيرست ترايمستر فوليك اسيد. الكلام ده اللي انا بقوله ده انجليزي طبعا، مش انا بألفش، ما بألفش. الكلام اللي انا بقوله ده ايه؟ انجليزي. الانجليز فوليك اسيد 400 مايكرو جرام، امتى؟ في اول 3 شهور بس. بعد كده ايرن 50 ملي جرام من اول الشهر ده. الانجليز كمان يقول لك والله طول ما العيانه بتاكل كويس ما نديهاش حتى الحديد، تخيل. بس يعني مجازا، بس يقول لك يعني دي يعني ينفع تديه. انا لا، انا بالنسبه لي بدي فوليك اسيد 400 مايكرو جرام بير داي في اول 3 شهور، بدي اير 50 ملي جرام بير داي من بعد الشهر الثالث، من بعد مش من اول الحمل، من بعد الشهر الثالث. اول 3 شهور بدي فوليك اسيد، ومن بعد شهر ليه؟ لان السيفتي اوف ايرن في الفيرست ترايمستر از نوت بروفد، هو ما حدش جربها يعني، ما حدش عمل عليه ستادز. مش بقول لك انه حلو او وحش، ما حدش عمل عليه ستاد. فلذلك انا راجل بتاع ايفيدنس بيز ميديسن، صنعتي ان انا ادرس ايفيدنس بيز ميديسن واشتغل ايفيدنس بيز ميديسن. وبالتالي انا بدي فوليك اسيد تاني 400 مايكرو جرام في الفيرست، بعد الفيرست بدي الحديد 50 ملي جرام بير داي. لما العيانه تبقى انيميك اخلي ال 50 150، شكرا. كالسيوم اشربي لي يا بابا ربع لتر لبن في اليوم، ربع لتر اللبن فيه جرام كالسيوم. تاخديه زبادي، تشربيه زبادو، تشربيه عفريت ازرق، ربع لتر لبن. تقول لي الا اللبن، اشربه ارجع، خلاص. ساعتها اكتب لها كالماك، ساعتها اكتب لها كالسيوم، فاهمين ولا لا؟ انما الاصل في الاصل ان انا بترنتي انسيست. هو صعب قوي يبقى واحد ما بيشربش لبن ولا لبن رايب ولا زبادو ولا جهينه ميكس ولا بودنج يعني، طب اي حاجه بقى يعني، اي حاجه من الحاجات دي. لما ابص الاقي ان كل الحاجات دي مقفوله في خلقتي، ساعتها بس بكتب الايه؟ الكالسيوم. فاهمين ولا لا؟ بقيه الفيتامينز كلها بتيجي بالحب، بالاكل. اي انسان بياكل اكل طبيعي عادي، واحنا الحوامل عندنا في مصر ما بيأثروش في النقطه دي يعني، ما تقلقش هتلاقيهم بياكلوا عادي. فانما هم دول الثلاث حاجات اللي انا بتكلم فيهم، اكتر من كده لا ما بكتبش بقى. الفيتامين دي طبعا انا قلت لكم قبل كده الفوليك اسيد بيعمل ايه. الفوليك اسيد بري كونسبشنال اند في الفيرست تريمستر. ايه مشاكل الفوليك اسيد ديفيشنسي مع الحمل؟ تعرفوا قبل كده ولا لا؟ ايوه، برافو عليك. انكيفالي اوبن نيورال تيوب ديفكت، ابربشن، ابورشن، وزيكلر مود يعني موت نفسنا فيها يعني. بس طبعا في حاجه انا ناقصها، انيميا، مش كده؟ انيميا بجالو بلاستيك انيميا، انكيفالي، ابربشن، ابورشن، وزيكلر، ماشي. اهو لبن، بيض، اكل فيه فريش فروت اند فيجيتابل، سمك ولحوم، مش عارف ايه، ماشي. الفيتامين اي كانوا بيقولنا زمان ما نجيبوش في الحرارة. لا، توكسيستي، مفيش حاجه اسمها توكسيستي، خيال علمي، خيال علمي من زمان، صح. بص هنا الوحيد اللي مكتوب له ماكسيموم. يعني ايه الحاجه اللي ممكن تعمل فيتامين اي توكسيستي في العالم؟ مفيش. لا لا لا، يقول لك ايه؟ بلاش نزود في الكبده، هو دي اكتر حاجه سورس الفيتامين اي. هتاكل قد ايه كبده يعني؟ ولازم الكبده تبقى انكوكت عشان الفيتامين اي بتاعها ما يبقاش يتحرق، مش عارف ايه. هتاكل قد ايه؟ ده موروث، ما اسمها يعني موروث من الانجليز. الانجليز بيعملوا حاجه اسمها بلو باي، اللي هو فطيره فيها كبده نيه. تقول لي يعني؟ اقول لك ما كيفهم كده؟ فيها كبده نيه ولحمه نيه ومصاريخه، يعني بيجيبوا سقط ني كده يحطوه في البتاع ويحطوها ايه؟ يسووها تسويه بسيطه كده وياكلوها نيه. فالانجليز يقول لك لا بلاش الايه؟ البلو باي دي. انت عارف احمد يا ابني ما تطورش. طيب الماتيرنال ويت طبعا الاكسسيف والان اديكويت وحشين. الاكسسيف اللي هو ممكن يبقى بري اكلامزيا مقنعه،
الاكسسيف اللي يعمل لود على الهارت، الاكسسيف اللي يعمل جيستيشنال دايابيتس مش عايزه. ونفس الوقت ان اديكويت ويت جين، احنا بنتكلم في عيال سمول فور جيستيشنال ايج وعندهم مشاكل. مين يعرف يقول لي ايه مشاكل الاوبيزيتي مع الحمل؟ يعني انا طرحت سؤال كده للنقاش، ايه مضاريب الاوبيزيتي مع الحمل؟ عايز خمسه بس. جيستيشنال دايابيتس، بريكلامسيا، جدع جدع، حلوه دي، دي في تي صح؟ ها ما هو مش دايابيتس، يبقى الدايابيتس ده بقى معاه منظومه اسمها ماكروزوميا وبرولونجد اوبستراكتد ليبر وانفكشن انجن. يعني انا ممكن اقعد اكتب في مشاكل الاوبيستي مع الحمل كتب مجلدات. ليه؟ لان البريكلامسيا دي معاها فرقه والدايابيتس ده معاه فرقه، فالفرقتين كلهم جايين معاها صح؟ ها ذلك لازم ايه نخشى من ذلك. ببتدي اتفق معاها على مكان الولاده. مدام انت هاي ريسك ولا لو ريسك؟ هتولدي بالماينر، هتولدي ساكشن. طب هتولدي ساكشن محتاجه مكان فيه بلاد ترانسفيوجن ولا لا؟ محتاجه مكان فيه ماتيرنال اي سي يو ولا لا؟ محتاجه مكان فيه نيونيتال اي سي يو ولا لا؟ ده تاني يعني حاولت اعيشكم معايا يعني ايه متابعه حمل، يعني ايه اقعد مع العيانه. هنا بقى العيانه بقى بتبقى عشاء، يعني شوفوا احنا بنقعد مع بعض 3 شهور بنبقى عشاء، ما بالك بقى العيانه اللي بتقعد معايا 9 شهور وتولدها وفي لحظات حرجه واقف جنبها وحاجات زي كده، لا بتبقى عشاء جامده قوي. طبعا البوست اللي انت كده بنتكلم عنه في البربريه تويتات هما تفتكروا ايه الايفكت اوف مال نيوتريشن؟ بصوا هو اهم حاجات في المال نيوتريشن هي الايرن والكالسيوم زي ما اتفقنا. الايرن يعني نتكلم في انيميا، والكالسيوم يعني نتكلم في العظم والسنان، في العظم والسنان. ونفس الايفكت ده هنبص نلاقيه عند البيبي، هنبص نلاقيه عند البيبي. يعني بص هنا نلاقي ايه؟ لوس اوف ويت وانيميا ولو ريزيستنت للانفكشن، يعني انيميا. كل ده اسمه ايه؟ انيميا. ديكالسيفيكيشن اوف بون ودنتال كيرس كالسيوم. افكشن اوف لاكتيشن كالسيوم في اللبن، كل ده ايه؟ ده للام. لو بيرس ويت اوف انفنت، صح الام الانيميك البيبي بتاعها ايه؟ صعنده. ريكتس وانيميا، يبقى كلمه مالي. شفتوا محمد عبد العليم ليه بقى بيحرص على ايه بقى؟ ايرن وايه؟ وكالسيوم. بقيت بقى الماتيرنا ده صياعه ليه بقى؟ ساعات الماتيرنا دي اللي هي المالتي فيتامينز والحاجات زي كده، يعني مثلا انا احب ادي الايرن لوحده والكالسيوم لوحده، لانه لو قريت هتبص تلاقيهم بيأفكت الابسوربشن بتاع بعض. فبقولها انا هاخد الايرن الصبح مع كوبايه عصير البرتقال وهاخد الكالسيوم مع الغداء مثلا، هحطهم في فورمولا واحده الابسوربشن بتاعهم هيبقى اقل. بس الكلام ده بقى الشركات بتصيع، هي عايزه كومبلاينس عشان تبيع. فاهمين حاجه؟ عايزه تدي العيانه الحبايه واحده بتاع عشان تبيع، الكومبلاينس احسن. فانا بقول لها طب يا ستي خلينا كوبايه لبن بلاش بتاع، خلينا بتاع اخربي بيت جوزك خليه يجيب لك حاجه من الحاجات الحلوه بقى في الفراوله والحاجات دي واشربي اطفحي ان شاء الله تبقى كويس. طيب السؤال المشهور جدا، هو الدواء ده سيف وذ بريجننسي؟ لا. الاجابه لا، يعني بيريح نفس اصوات الادويه اللي هي كاتيجوري ايه اللي هي سيف ديورينج بريجننسي، باراستامول والاستيرويد بس. فأي دواء تاني سيف وسيف؟ لا خلاص، لا خلاص. فانت مش مفروض تسالني السؤال ده، المفروض تسالني سؤال تاني اسمه ايه؟ انا عندي كذا اخد دواء ايه؟ انت مالك هو سيف ولا مش سيف يا بقره؟ انت ما تسالنيش السؤال ده خالص، انت تساليني انا عندي كذا ليه؟ لان انا في الاخر هعمل ايه؟ هعمل ريسك بينفيت، اشوف حضرتك والبقره نظامكم ايه. ايوه ما هو كاتيجوري بي ده ريسك في الانيمال، بس ما عندناش اناف داتا في الهيومن. يعني ايه؟ يعني هو واضح انه عمل حاجات في... يعني ايه ما عندناش اناف داتا؟ مهما كان الدواء استخدمته كام عيانه، يعني مليون مش كفايه، مجايز الكومبليكيشن يظهر في المليون واحد. فاهمين الفكره ولا لا؟ فده طالما ما عملش حاجه نو 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 خلاص نو لا المفروض نو 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 ريسك ان انيمال
ولكن ما عنديش enough data في الهيومن كويس. نو ريسك ان انيمال بس ما عنديش enough data في الهيومن. طيب لا لا نو ريسك نو ريسك او يعني هي فكره مينيم يعني ايه؟ يعني كان في الهيومن في سوري في الانيمالز واحده في كل يعني هنا مينيمال ريسك يعني ايه؟ واحده في كل 1000 بقره لما حصل فيها واحده في كل 2000 بقره لما حصل فيها ماينيوت ريسك. طبعا اللي نو ريسك في الانيمال ولا في الهيومن اللي هو جروب ايه ده ما عملش حاجه في حته وهم دول دوايين باراستامول ستور ده مينيمال ريسك. يعني ايه مينيمال ريسك؟ يعني حاجه ماينيوت خالص في الانيمال. وفي الهيومن ما شفناش حاجه بس ما اقدرش اقول اناف داتا. هي دي الفكره. شركه الادويه عارف علبه السجاير بتكتب عليها ايه؟ يدمر الصحه ويؤدي الى الوفاه. ليه؟ بسيف نفسي. فانا اقول لك ريسكي ان انيمال تيجي تبص في البيبر تلاقي ايه؟ كان مره كده في انيمال جاله مش عارف ايه من 70 سنه واحد. فاهمين الفكره؟ ده بيبقى كاتيجوري بي بس. طيب كاتيجوري سي لا ريسك ان هيومن كانوت بي رولد اوت. يعني ايه؟ يعني برضو شفت عيان بس هنا بقى شفت ايه؟ بني ادم. يعني تاني شفت بقره هنا شفت بني ادم حصل له في وسط البني ادمين. طيب كاتيجوري دي ريسكي في الهيومن بات مي اوفر ويت الريسك البينيفيت. هفهمكم كل حاجه. الاخراني كونترا انديكيتد عشان بيعمل سيفير ادفرس فيتال اوت كوم. تعال نفهم مين دول دلوقتي. ايه جروب بي ده؟ كتبناه للهيومن كتير ما حصل لهمش حاجه بس في الحيوانات كان في واحده جالها. فاقول ايه الدواء ده انا بالنسبه لي لو ليه انديكيشن هديه. هل هو سيف؟ ما اقدرش اقول لك ما هو عمل في حيوان صح ولا لا؟ ما اقدرش اقول بس لو ليه انديكيشن. يعني زي مين مثلا؟ زي البريمبران، زي الميتوكلوبراميد اللي هو البريمبران، زي الدومبريدون اللي هو الموتيليوم. دول كاتيجوري بي. تقول لي انا يعني حاسه ان انا عايز ارجع اخدهم. لا ما تاخديهمش، خليكي عايزه، خليكي بدك. انما تقول لي لا انا برجع جامد ومش عارف ايه، لا خديهم. فاهمين الفكره ولا لا؟ مين الميزان؟ انا. فانت ما تقوليش هو الدواء سيف وسبيك. لا ايه رايك؟ ما هو من اول كاتيجوري بي عندنا قلق. طب التاني بقى ده كاتيجوري سي اوندانستيرون. اوندانستيرون اللي هو انا بدي لكم مثال بالادويه الانتي مات. ايوه ده كان عمل قبل كده سايد افكت في الهيومن شورت ليمب مش عارف. طيب بس السؤال يا باشا، هو انا مش العينه دي لو ما بطلتش ترجع هتموت؟ هديه بقى، هديه مش كده ولا ايه؟ طيب الاميون ميديوليتور زي الاميوران، عينه عندها لوبس، اللوبس اخطر عليها من الاميوران. دي كاتيجوري دي. انا عارف بقى انه ريسكي في الهيومن رسمي وريسكي ريسكي يعني، بس العينه دي اللوبس اخطر على البيبي من الاميوران. شوف الوزنه، شوف الوزنه. الاميوران اميون ميديوليتور، اميوران اميون ميديوليتور. اللوبس هنا اخطر على الست من الاميوران. سو لا انا هديها الاميوران بقى لان هنا البينيفيت اوفر ويت مين؟ الرسم. طيب عيانه هتاخد كيموثيرابي كونترا انديكيتد ان بريجننسي، تفهمها غلط. لا لا حضرتك حامل مش هنديكي كيموثيرابي. لا هنديكي كيموثيرابي ونسقطك. لا مش كونترا انديكيتد. لا 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 لا. فيجي بقى مش البقره الجاموسه، النايب بتاع الراديو يبعت لي ريكوست. Dear sir, kindly arrange for examination and advice للعيانه دي اللي هي 9 اسابيع وعندها acute myeloid leukemia وعايزين نديها كيمو ثيرابي. اؤمر. عايز تعمل لك ايه يعني؟ انا عندها acute myeloid leukemia. فابتدي بقى انا ايه اخيطه. خلاص؟ اقول له اعمل لها سي تي وام ار اي ومش عارف ايه وبتاع، واعمل لها سي دي 4 وسي دي 7 وسي دي 8 وسي دي 5 مش عارف ايه وسي دي وصاله كل اللي انت عايزه. خلاص؟ وامسكه اخيطه فيجي يقول لك ايه؟ حضرتك ليه؟ ما هو هي لازم تاخد كيمو ثيرابي. فقلت طب انت بعتها لي ليه بقى؟ معلش عشان نفهم. وساعات بقى ايه تلاقيه بقى ايه؟ ده بقى اللي هو ادوارد.
او داون يعني او باتون، يقول لك ايه السي تي سيف وذ بريجننسي يا حمار، يعني عارف بقى اللي هو انت جاي تعذبه فيعذبك، واخد بالك؟ تقول له سي تي سكان، يقول لك هو سي تي سيف مع البريك. سي تي سيف ايه يا حمار؟ انا في اكيوت مايلود ليوكيميا هتموت، اعمل لها كده. يقول لي لما في ساعات بقى يبقى ايه عبقري. انا مش بتكلم على كده، احنا عارفين احنا هندي كيمو ثيرابي، بس الابورشن يا ابني انت تدي كيمو ثيرابي الاول اسرع بسرعه جني. البيبي ده هيموت، هيموت لو ما ماتش هنزله لك، بس هبقى ادي الكيمو ثيرابي بتاعك الاول نلحق العيانه. فاهمين الفكره يا ولاد؟ فاهمين الفكره؟ لذلك افهم دي، اوعى حد يسال دكتور نسا الدواء ده سيف ديورنج بريجننسي ولا لا، ما بتتقاس كده. السؤال اسمه عيانه عندها كذا نكتب لها ايه؟ سيف مش سيف مالكش دعوه، انت مالكش دعوه، انا اللي هعرف، انا اللي هعرف اقول لك الدواء ده لا هنا في انفكشن بنسلم بنسلم والكيفالوسبورين ده كاتيجوري بي خلاص. لا فبنسلم هديها طبعا، هدي طبعا بنسلم والكيفالوسبورين طبعا. قولي لا بس عشان اللي اصلا قريت البامفلت ومكتوب انه خطيره على الحمل، اي ومكتوب كمان ايديوسينكراسي اند دث. فاهمين حاجه ولا لا؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ عيني. هو عندنا الستيرويد مكتوب كاتيجوري سي. لا طبعا الستيرويد كاتيجوري اي، الستيرويد وال طبعا اقصد الديكساميثازون، يعني الديكساميثازون وال والباراسيتامول دول الموست سيف. ماشي؟ طيب. الفيتامين وعكلينا نقول والثايروك ليه الثايروكسين طبعا مش بيعدي البلاسندا والباراسيتامول نقدر نقول بنسلم كيفالسبورين كاتيجوري بي. لا طبعا الكورتيكوستيرويد جاز يقصد الميدرول والحاجات دي، انما الديكساميثازون ده سيف فيري سيف دراج يوز. طبعا انتي بروستاجلاندين هنا التيتراسايكلين وستريبتومايسين وقلنا دي الكيموثيرابي والوقف. طيب طبعا قلنا بقى كل الكلام ده كده وقلنا هذا بصوا الصفحه ونص دول رغم اللي هو المايكرو ديستربنس وذ بريجننسي، يعني مجرد تبقى عارف هذا الكلام ومش اكتر من الكلام ده اللي هو مايكرو ديستربنس وذ بريجننسي. طبعا عندنا ايه سليب ديستربنس، سليب ديستربنس ان العيانه عندها مشاكل في النوم. السليب ديستربنس دي عاده بتبتدي تظهر لسببين، دماغ البروجستيرون الوسخه ماشي، ولما بطنها تكبر، بطنها تكبر بقى تحول الى بطنه كده حاجات كده مفيش مشاكل. ليه نظم لها نومها؟ دايما بنقول لعيانة ايه؟ حامل. لذلك يا اولاد يلا مش هقول كلمه في الموضوع، اقول لها لما يجي لك نوم نام. فطبعا تقول لي ايه والشغل؟ لا ماشي براحتك، انا كل واحده مخلوقه لهذا سليب ديستربنس ماليش دعوه. طيب الفاتيج زي ما اتفقنا ريحي قبل ما ايه تتعب خلاص انتهينا. انت عندك منطقي يبقى عندك فاتيج. طبعا اكسكلود بقى ان العيانه تبقى انيميك ولا حاجه او فيها مرض او بتاع، بعد كده ايه ريحي مفيش مشكله. طيب بريست انلارجمنت اند تندرنس ده منطقي مع الاستروجين والبروجستيرون، والنصيحه واضحه جدا هنجيب ملابس داخليه اوسع شويه. انا فاهم ان في مع الحمل بريست ده هيكبر، وطبعا بلاقي الايه العيانه دكتور ممكن اسالك سؤال؟ لا هاتي ملابس واسعه شويه من جوه. فتقولي حاجه عرفت ازاي السؤال اللي انا هسالك؟ ما تقلقش انا خبير استراتيجي والله العظيم. الحاجات دي يا ولاد حاجات صغننه كده بس بتفرق مع العيانين قوي. هي داخله طيب دي هي، بص بقى الحركه اللي جايه دي تلاقيهم خرجوا هما الاثنين وبعدين قال لها خليكي كده وراح راجع مفيش مشكله. حركات دي بقى صياعه، هو هيجي يسالك على ايه يعني موقفها على انت الكورس مالكش حل. قول له ما تقلقش مفيش مشكله عادي، عارف هسالك على ايه؟ على العلاقه الزوجيه عادي. حاجات صغيره دي إيه خبرة الكرسي؟ يقول لك ده أستاذ كرسي؟ خبرة الكرسي. طيب. العيانة عندها هيدك
دايما لازم تبقى عارف انا اللي عندها هيدنج اكسكلود بريك لامز تقدر تديها باراسيتامول لو الهيدنج بريزيستنت عندها باك ايك زي ما اتفقنا لان الست على سوسه مش على كبالن فيبتدي ايه وهي ماشيه كده ايه ترجرج وبتاع والسنتر بتاع الجرافيتي يعمل لها لوردوزس وبتاع هنا العينه دي تنام تاخد مسكن كله تمام. خلي بالك الصفحه دي مش للامتحان خلاص مش للامتحان احنا بندردش خلاص بس عشان نبقى ايه الامور واضحه. ابدومينال بين لازم اخاف من الابربشن لازم اخاف من الليبر بين لازم اخاف من اليوترين رابشر ولكن ساعات العينه يجي لها ابدومينال بين لمجرد ان الليجمنت مشدود عليها بتاع الابدومين لمجرد ان الابدومينال ماسل ديستندد خد بالك كل البين ده مسكنات مفيش مشكله اللي هو مين برضو باراسيتامول. يورينري سامبتوم عيانه جالها فريكوانسي بيجي لها فريكوانسي في اول الحمل واخر الحمل. في اول الحمل علشان اليوترس بيضغط على البلادر وفي اخر الحمل عشان الهيد بتنزل. ماشي. الفريكوانسي ده اخاف واقلق منه لو كان معاه ديسيوريا. ليه؟ لانه الديسيوريا ده معناه ان فيه ايه؟ يو تي اوف يعني كلتشر وسنسيتيفيتي وكده. العينه ممكن لما تكح او تعطس ينزل منها يورين. وده غالبا هيبقى ترانزيانت ستريس يورينري انكونتيننس هيروح لما تولد. ماشي. سويتنج وفيلينج اوف هيت ده ايه ده؟ بريفرال فاسو دايليتيشن بتاع الاستروجين. انا قلت لكم العينه لما هتنام على السرير هبص تلاقي السرير غرقان ميه عرق ورياله يعني تلاقي المخده كمان في طياليزم عرق ورياله سويتنج وحاسه انها حرانه. الشغل ده بتاع الاستروجين في اشهر كده العياله لا معلش ده الاستروجين ده وده مهم وبتاع ده جميل وعسليه ومش عارف ايه وبتاع يعني خلاص. ديسنيا بريسبسنس الديسنيا فيسيولوجيكال غالبا فيسيولوجيكال اول ما تلاقي العيانه الحامل تقول لك عندي ديسنيا بص على طول على جدع ريسبيراتوري ريت. اول ما العيانه تقول لك عندي ديسنيا تبص على ايه؟ الكلام ده لسه قايله امبارح. لو لقيت الريسبيراتوري ريت نورمال يبقى دي فيسيولوجيكال ديسنيا او بريجننسي لا تقلق وما تخوفش وما تزعلش وما تفرحش مفيش مشاكل. سبب الفيسيولوجيكال ديسنيا اوف بريجننسي ان البروجستيرون بيزود الدبث اوف ريسبيريشن بتاع فهي التعزيمه دي مضايقاها التعزيمه دي انها تعزم عشان تتنفس ده مضايقها الموضوع ده مضايق فديسنيا دي فيسيولوجيكال ديسنيا اوف بريجننسي مفيش مشاكل ما تتضايقش ما تزعلش. امتى ازعل من الديسنيا بقى؟ لما يبقى معايا ايه؟ تاكيبلي. طبعا في اخر الحمل منطقي ان يبقى في ديسني عشان اليوترس يبتدي يضغط على الدايفرام فابتدي اقول لها بقى نامي على جنبك الشمال كده نامي على مخده عاليه هتعرفي تاخدي نفسك حاجات كده. طيب جي اي تي مورنينج سيكنس اتكلمت او الهارت بير ودول اللي انا اتكلمت عنهم بما فيه الكفايه في الجي اي تي ديس اوردرز. مورنينج سيكنس ده اللي هو اول خطوه في ايه؟ ايه؟ اول خطوه في الهايبر ريبس اللي هو ايه؟ وفي يوم صحيت على صوت فرح بصيت من الشباك خلاص؟ الهارت بيرن اللي هو الجرد الجاسر الاسوفيا ريفلكس قلنا سمول فريكوينت ميل وانت اسيد بتاعه بتاعه بروتون بامب انهبيتور لو فشل الكلام ده. كونستيبيشن خلينا في الكونستيبيشن الاول والفلاتيلانس والديستنشن اتفاقيه ده مين ده شغل مين ده؟ بروجستير شغل مين ده؟ شغل البروجستير وقلنا نتغلب عليه بايه يا شباب؟ 3 اف مش كده؟ فايبرز وفلويد وفيزيكال ايه؟ اكتيفيتي. الدايريه غالبا مقلقه في الحمل لانه يعني مش من المفروض ان الحمل يعمل دايريه فلازم اكسكلود انها انفكتيف ولو بعد كده مش هي انفكتيف برضه لما ناكل اكل فيه فايبرز كتير انما نبتدي نقلل الفلويد وناكل اكل فيه فايبرز كتير وشويه شويه ابتدي ازود في الفلويد جرادولي عشان ما يبقاش ما تبقاش دي هايدريت بس الاول ازود الايه الحاجات اللي فيها فايبر. الهيمورويدز والبايلز زيها زي الفاريكوز فين بصوا هنا هيمورويد وهنا ايه في فاريكوز فين. الهيمورويدز والبايلز بيحصلوا ليه؟ قلناهم امبارح فاكرين ولا لا؟ برافو عليك يا اولاد. ليه؟ لانه في اكسبانشن للبلازما فوليا مش كده؟ في بروجستيرون بيريلاكس الوول بتاع الفينز في يوترس بيضغط على اللور لمب درينج ده بالنسبه للفاريكوز فين وبالنسبه للبايلز في كونستيبيشن فاهمين يعني ده الفاكتور ده فبص الاقي انه الفينز تتملي تعمل تحت فاريكوز فين وتعمل ورا بعض غالبا ما بعالجش البايلز مع الحمل ليه مش معقوله واحد يعمل جراحه والبلفس ده هايلي ايه كونجستد
ليدوكين زيلوكين توبيكال ماشي مفيش حاجه توبيكال مش قادره خلاص لغايه لما نستنى 3 ل 6 شهور بعد الحمل غالبا بيروح لوحده ما راحش لوحده ونعمل عمليه او مش عارف ايه طبعا بقى في بقى ديجريز اللي هو واحده اصلا عندها فايروس وعندها ريكتال برولابس خلاص هتعمل لها ايه لو ناوي اكيد تعمل عمليه اي عمليه في الحمل بتعمل في سكند تريمستر ماشي الكلام طبعا بتبقى خطره جدا فاجينال ديسشارج طبعا اخطر فاجينال يعني مش اخطر يعني الكومنز فاجينال اللي هو الووتري اللي هو رابتشر اوف امبري الانفكشن حاجات بقى اللي ريحتها مش عارف ايه ده انفكشن بس في حاجه اسمها ليكوريا جرافيدار يعني ايه ليكوريا جرافيدار يعني الاقي ديسشارج ملوش لون ملوش ريحه ملوش ده اللي هو نورمال سيرفايكال ميوكس نازل عشان الاستروجين كتير وده مش مقلق ولا لور لمب اديما وفاريكوز فين اتكلمنا عنهم فكره الليك كرامبس في الام سي كيو دايما يقول لك ايه قول هو ايه القيمه اللي احنا بنقرا دول بنرغي شويه ماشي بس ايه الحاجات دي لما تيجي في الام سي كيو يقول لك all of the following are warning symptoms of pregnancy except هتلاقيه حاطط لك في الاكسبت حاجه من دول يعني العانه ما تجريش تجري عليك عشان عندها كونستيبيشن مثلا ما تصحكش في انصاص الليالي عشان عندها حموضه ما تروحش المستشفى عشان عندها ليك كرام بس اللور لمب دي ما لا توجبني الفاجينال بليدنج يجيب من الابدومينال بين يعني فاهمين قصدي ولا لا فتلاقيه حاطط لك في وسط الورنينج سيمتومز اللي احنا خدناها حاطط لك واحد ايه من دول فخلي بالك الليك كرامز دي غالبا بتبقى كالسيوم ومغنيسيوم مش عارف ايه العنا دي اكلمك هتبقى فل شمع منور ماشي عشان بس ايه نبقى منطفقين ماشي الكلام خلاص خلاص حلوه دي ما اعرفش قلتها لكم المفروض كنت اقولها في اللبس في اللبس بنلبس لوز لايت شولدر هانجد كلوزز وما بنلبسش كعب عالي في الحمل كعب العالي واصلا ايه البنات عارفين بفهم الولاد ايه الانديكيشن بتاع الكعب العالي عارفينه ولا لا الولاد مش عارفين الكعب العالي ده يعمل لوزز كده فيدي جسم كيرفيتشر ايوه يا ابني عشان ما تحدش يضحك عليك يا ابني عبيط خد بالك فهنا فكره ان انا لما البس كعب عالي الكيرفيتشر ده بيزود اللوردوز بيزود البيف لو سمحت الست الحامل مش ناقصه يعني هي اصلا ايه عندها اللوردوز اللي فيها مكفيها يعني اللوردوز اللي فيها بلاش ايه فكره الهاي هيل دي لانها بتقوي هذا الكلام طيب قلنا البلفيك هيفنس ليست اللاترال بوزيشن براكستنيكس اي كلام يا عبد السلام البريسنس اهم حاجه زي ما اتفقنا تبص على بتاع الفاتيج تريح البريست افويد تايت كلوز اللي احنا اتفقنا تلبس ايه برات ايه واسعه شويه اليورينري شرحناها بالتفصيل عشان الشارج اتكلمنا عنها يو شود اكسكلود الاول انفكشن بعد كده نتكلم في الكوريا جرافيدار السويتنج انه يعني ما تستحب تنضف يعني ما فيهاش مشاكل الليك كرام مساج بس كالسيوم والمغنيسيوم دول اهم حاجه الفاريكوز فين الفاريكوز فين زي اولاد العادي ما توقفش كتير عشان رجلها ما تورمش يعني فاريكوز فين واللور لمب ديما وممكن نوصل ان احنا بنلبس الاستيك سباكنج اللي هي الرباط الايه الضاغط سيرجيكال اور انجكشن تريتمنت از افويدد ديورينج بريجننسي عاده الكلام اللي هو فيه خطوره دي ما ينفعش مع الحمل طيب يعني ايه هاي ريسك بريجننسي كل دي مفاهيم يعني مفاهيم كلها احنا خدناها قبل كده احنا قلنا ان الهاي ريسك بريجننسي ثلاث حاجات بضيف ليهم البيرسونال والاوبستاتيك ريسك فاكتور اللي بتعمل الحاجات دي يعني ايه احنا اتفقنا انه الميديكال ديس اوردرز والاوبستاتيك كومبليكيشن الميديكال ديس اوردرز والاوبستاتيك كومبليكيشن دي حاجات خطره والفيتال ديس اوردر صح ضيف ليهم بقى عيانه سنها كبير مالتي بارا الدرلي برايم جرافيدا الريسك فاكتورز اللي بتعمل ايه هذه الاشياء فبص الاقي بيرسونال فاكتور اهمهم الالدرلي برايم جرافيدا والجراند مالتي بارا اضف الى معلوماتك الميديكال ديس اوردر صح الفيتال ديس اوردر صح الاوبستاتريك كومبليكيشن صح
الكونديشن ذات مي ريكواير انفيزيف بروسيدر، وانا هتكلم بعد ثواني على موضوع الانفيزيف بروسيدر يعني ايه كونجنتال انومالي وار اتش، يعني فيتال وميديكال واوستاتريك عادي جدا. فيتال دي احط دي مع الفيتال تبقى معلم، فيتال وميديكال واوستاتريك زي ما احنا خدنا قبل كده خلاص. طيب زائد زي ما بقول لك بقى بيرسون اللي برايمري جرافت او جرانت مالتي بار، هو ده الهاي ريسك بريجننسي اللي انا درسته لك في اول يوم. قلت لك احنا هناخد الهاي ريسك، والهاي ريسك ده ليه سكيم اللي انتم مش معبرينها برغم انها سخنه وبزنس. كل الناس دول اتكلمنا عليهم ما عدا الالدرلي برايمري جرافت او الجراند مالتي بار. انا مش عايز احفظ الجدول ده الصراحه مضايقني. الالدرلي جرافت والجراند مالتي بار بيشتركوا في حاجه، بيشتركوا في ان البلاد سبلاي بتاع اليوترس ده ضعيف، وعشان البلاد سبلاي بتاع اليوترس ده ضعيف بيجي لهم بلاسينتال انسفيشنسي واتونيك يوترس. فاهمين حاجه؟ الجلاند مالتي بار والالدرلي برايمري جرافيدا بيشتركوا مع بعض ان البلاد سبلاي بتاع اليوترس ده ايه؟ ضعيف. فبيجي لهم بريجننسي انديوسد هايبرتنشن صح، بيجي لهم سمول فور جستيشنال ايج وفيتال جروس ريستريكشن تمام، بيجي لهم برولونجد ليبر وبوست بارتم هيموريدج لان الول بتاع اليوترس ضعيف. سهل الكلام ده؟ ده مشترك ما بينهم. بيني وبينكو برضو الالدرلي برايمري جراف سوري الجراند مالتي بار لو سنها كبير، لو سنها كبير هتشترك مع صاحبتنا دي في موضوع الكروموزوم الابنورماليتي. لو الجراند مالتي بارا من سنها مش كبير يعني مش فوق 35 سنه او حاجه، هو ينفع؟ اه ينفع، ينفع. احنا هنشوف واحده عندها 28 سنه وبارا 6 عادي يعني، جوزت عندها 16 سنه كل سنه تسك عليها واحد عادي، لا بيحصل خلاص. فالمهم انه تقدم العمر بيزود الانسيدنس اوف كروموزومال ابنورماليتي ماشي. طيب بريتيرم ليبر وديسفانكشن ده انا قلتها مع الاتومي، ودي هناك بقى بلاش وجع دماغ، والاثنين عندهم كده، والاثنين عندهم كده مش عايزين وجع دماغ. طيب الثانيه عندها زياده في حاجات بقى مش موجوده عند دي اللي هم ايه؟ البلاسينتا بريفيا وطبعا الاجريدا والمال بوزيشن والمال برزنتيشن. ليه؟ لانه دول مرتبطين بتغير شكل اليوترس. فاكرين لما قلنا البيت الجراند مالتي بارا ده يبقى اليوترس بتاعها من جوه فما يمشيش من بتاعه وياخد صلاح سالم وينزل على اللور سيجمنت سواء جراند مالتي بارا او بريفيوس سيكشن او الكلام الاهبل ده؟ طيب برضو تغير الكونفجريشن بتاع اليوترس، هو المفروض البيبي بريتش ده كده عشان راسه كده ورجليه كده. طب لما اليوترس ده يبقى مدور، جراند مالتي براس يوترس بيبقى مدور اصبح يبقى بريتش يبقى كفالك يبقى اي حاجه. فالمالتي بارا تغير يبقى هنا بقى ايه اقول انا هنا ايه بقى؟ هنا مشكله اوفم وده مشكله شكل الرحم. الكلام ده يؤدي الى زياده السيزاريان سكشن. يعني معلش انا دول عايز اطلع دول هنا ينفع؟ ينفع؟ هطلع دول هنا، انا قلت لك بقى خلاص طلع دول هنا هبص تلاقي الموضوع بقى سهل. وطبعا هنا دي هتطلع هنا بره برولونج الليبر وابستراكت الليبر، يعني ما يخص الليبر لا ده طلع فوق خلاص، ده طلع فوق خلاص. يبقى انا الفكره في النهايه ان انا عندي رحم البلاد سبلاي بتاعته اي كلام، الرحم البلاد سبلاي بتاعته اي كلام ديا هبص الاقي في ثلاث حاجات، في بي اي اتش مش عارف ايه وكده، هبص الاقي في ويك يوترس يعمل اتونيك ومش عارف ايه، في بلاسينتا تعمل اي او جي ار موافق. وبعدين هبص الاقي هنا في مشاكل كروموزومال، هبص هنا مشاكل شكل اليوترس، وفي الاخير في زياده في الانسيدنس اوف ايه؟ سيزاريان سكشن. ده جديد بقى، ده جديد عيب. طيب ماتيرنا المورتاليتي اسمحوا لي انا متضايق قوي، متضايق ليه؟ خش على اي موقع في العالم في التاريخ شوف تعريف الماتيرنال مورتاليتي ريت. ايه تعريف الماتيرنال؟ خدتوه في تاف كوميونتي. ايه تعريف الماتيرنال مورتاليتي؟ عدد الستات اللي ماتت بسبب
ماشي. ها عدد السيدات بير يير. لا بس ايه طيب انت راح مش معناه بي ايه جدع بير 100,000 لايف بيرس. في الكتاب كاتب بير 100,000 بيرس ودي تفرق. بص الخط هي بير 100,000 لايف بيرس خلاص كده وده غلط في الكتاب. ولو جاء ام سي كيو لا اختار لايف بيرس خلاص كده يعني ما حد يعني ده حد نسي ولو نبهته هيقول. هي تعريف الماتيريال مورتاليتي ليه بقى؟ عشان افهمك بس. هو الفكره بتاع ليه بيسموه ريت؟ ليه بيسموه ريت او ريشيو؟ ماتيريال مورتاليتي ريشيو ليه؟ بيقول لك مات مننا كام ست عشان نجيب كام عيل صح؟ فاهمين ولا لا؟ راحوا قد ايه الجدعان اللي راحوا عشان يجيبوا كام عيل؟ اللي راحوا اللي جه حديث الصباح والمساء، دي الفكره، دي الفكره. فانت لما تقول لي بير 100,000 بيرس لا غلط، بير 100,000 لايف بيرس سوري يعني معلش ما تضايقنيش. طيب طبعا احنا اتفقنا في اخر احصائيه في مصر الرقم قريب من ده. شايفين ده؟ ده كام؟ 51.8 من 10. لا في مصر 52. 52 بير 100,000 لايف بيرس. طيب ايه 51؟ هقول لك ايه 51. بصوا انا ما يعني ما بعرفش احفظ الارقام كده، اللي بيعرف يحفظها يحفظها، انا ما بعرفش. انا اللي انا حافظهم 30 15 3 ونص. الارقام اللي انا حافظها 30 15 3 ونص. مين ال 30؟ لو ستاتريك يامج ده اعلى رقم 30%. يليه مين؟ الهايبر تنسف دول 15. يليه 3 ونص، مين 3 ونص؟ ده الانفكشن. دي الارقام اللي انا حافظها 30 15 3 ونص. بالارقام ما بعرفش احفظ كده بجد، ما بعرف بجد. في ناس عندها قدره ان هي سكان، انا مش انا بفهم ما بحفظ ما بعرف خلاص. وده على فكره مش شطاره يعني، يعني اللي بيعرف يفهم ويحفظ احسن مني. عشان بس ايه حد يقول لك ايه اه ده بيتمنظر بقى بفهم وبحفظ هو بقى لا خالص، اللي بيعرف يحفظ ويفهم ده احسن مني خلاص كده اوكي. طيب فاللي انا اللي انا حافظه 30 15 3 ونص، واعتقد ذاتس فيري انف يعني ذاتس فيري انف. وهتبص تلاقي نفسك خدت من هنا 2 من 10 حطيتهم هنا ومن هنا، المهم وهنا دول 52 نفس بتوع مين؟ ده الباقي على فكره، يعني ده الباقي، يعني ده الباقي واخد بالك؟ يعني انت 30 و15 و3 ونص المفروض ده يبقى 51 ونص فاهم؟ 51 ونص اللي هي بقيه الاسباب، 51 ونص اللي هي ايه؟ بقيه الاسباب. ودي قريبه بقى قوي من الماتيرنال مورتاليتي ريشيو بتاعت مصر اللي هي 52 بير 100,000 لايف بيرس. فهمنا الفكره ولا اوكي؟ بقيه الاسباب دول بقى يطلع عيانه جالها دي بي دي، عيانه عندها سكر، عيانه عندها كاردياك ديزيز، عيانه مانت من البنك، دول اللي هم بقيه الاسباب اللي هم 51 ونص ماشي. اللي بيعمل الماتيرنال مورتاليتي الفقر والجهل والمرض صح؟ انه لو سوشيو ايكونوميك ستيتس، مفيش انتي نيتال كير صح، الجهل مفيش اديوكيشن، لاك اوف هايجين، لاك اوف الناس ما بتروحش، المرض في ميديكال ديس اوردرز متفشيه صح، وبالتالي البروفيلاكسس هي مكافحه الفقر والجهل والمرض. البروفيلاكسس انتي نيتال وانترا بارتم وبوست بارتم كير مثلثين خلاص كده. حضرتك كنت قلت افكرك ان الميتيرم بتاعتي عامله ترانسفيوجن. حاضر يا سلام، احب على يدك. طيب خلاص رهيبه يا جدعان رهيب. لا بجد الناس اللي بتحفظ بتحفظ الجميل على ده. طيب بص بقى هتلاقي مكتوب هنا انترا يوتراين فيتال ديس، اشطبه. انا اكتبه هنا ليه وهو موجود في اخرك؟ مش انا ذاكرته ولا اذاكره تاني؟ يبقى الزياده عندنا هنا نيونيتال ديس، يعني احنا خدنا انترا يوتراين وانترا بارتم ديس اشطبها خلاص، دي خدناها خلاص مش هذاكرها مرتين في حتتين غير بعض، ده كفايه ان انا مذاكرها ثلاث مرات اساسا، مره في الاي جي ار ومره في الاسفكسيا، يعني ذاكرها مره رابعه ليه؟ مش اي مبرر خلاص. النيونيتال ديس المعلم الكبير هو البريماتيوريتي، المعلم الكبير بريماتيوريتي، ودول الاثنين او دول الثلاثه الصبيان بتوعهم بريماتيوريتي اسفيكسيا هاي لاين ميمبرين ديزيز ريسبيراتوري ديستريس. ما دول صبيان، دول صبيان.
لذلك هي بريماتوريتي وبريماتوريتي 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 بريماتوريتي وصبيانها اسفيكسيا اسمها ديستريس. طيب معلش انا عايز اطلع دي فوق. طيب بيرث انجري كونجنيتال فيتال مالفورميشن هيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيونات اند نيو بورن اللي هو ار اتش والسيبسيس انفكشن. في مصر طبعا موضوع السيبسيس ده والحضانات بنت جزمه يعني بنت جزمه. طيب ترجع بقى لاول الكتاب كده اول الكتاب خالص هتلاقي فيه حاجه اسمها investigations during pregnancy. طبعا هتلاقي history ده خدناه history خدناه بالسلامه. examination الاكزامينيشن ده هشرحه لك ان شاء الله مع الليبر الاسبوع الجاي يعني ايه فاندل جريب وفيرست واوسكالتيشن والكلام ده. فده history خدناه والاكزامينيشن هشرحه لك الاسبوع الجاي مع الليبر. طيب هبص تلاقي اللابوراتوري تيست طبعا هنا كاتب اللي ممكن تتعمل مش لازم تتعمل كاتب لك ايه ايدنج ايدز دياجنوستيك ايدز ممكن تتعمل مش لازم تتعمل انما الروتين هي اللي احنا قلناها خلاص. فدي اللابس ماشي البيتا اتش سي جي بيبقى بوزيتيف اكتر من 50 وبيبقى بوزيتيف من اول يوم بعد ميعاد الدوره اكتر من 1500 ديسكريميشن زون مفيش حاجه جديده. انا ليه بقول لك كده علشان ده مش هنذاكر بقى الصفحه دي مفيهاش معلومات جديده علينا يا دكتور طبعا مفيش معلومات انا بس بطمنك عشان تبقى انت قاعد في بيتك وكده فاهم ان الصبح دي احنا قلناها وانت مطمن. الالترا ساوند بيتعمل مرتين مره عند هنقولها دلوقتي مره 11 اسبوع اهي انا ريحت. دي حلوة. ازاي بنعرف الحمل؟ الحمل بنعرفه في الفيرست تريمستر اول واهم حاجة سيسيشن اوف منسيس سيسيشن اوف منسيس توقف الدورة. بعد كده اعراض اول الحمل نوزيا وفوميتنج بترجع فريكوانسي اوف ميكتيوريشن وذاوت ديسيوريا قلنا ليه بريست انلارجمنت اند تندرنس وقلنا ليه فاتيج ولاك اوف كونسنتريشن وقلنا ازاي. في السكند تريمستر يبتدي البطن تكبر ويبتدي الام تحس الفيتال كيكس والفيرست بيرسبشن اوف فيتال كيكس ليها اسم كده ادي هو ويكنينج اهي يعني كويك كويك يعني حي كويك لاين الجير الحي في الكيمياء لو حد فيكم خد كيمياء كويكنينج يعني حي. يعني ايه كلمه كويكنينج هي الفيرست بيرسبشن اوف فيتال كيك يعني ايه يعني ما ينفعش تقول فيرست كويكنج فاهمين قصدي ولا لا كلمه كويكنج هي الفيرست بيرسبشن اوف فيتال كيك عندما تحس الام بالحياه تدب في احشائها خدت الاحساس ده كويكنج ذا فيرست بيرسبشن اوف فيتال ماشي. بوست بريجننسي تيست في اليورين وده يا اولاد منظر البريجننسي تيست في اليورين بص بيدي خطين حمر كده لو ادى خط واحد يبقى نيجاتيف لو ادى خطين يبقى بوزيتيف. السيرم بريجننسي تيست ان انا عايز اقيس البيتا اتش سي جي واشوف التتر ومبصر ايه وكده وقلنا ده بيديني رقم بيتعمل اليزا بيتعمل راديو اميون اساي عشان اديني رقم. بالالترا ساوند عند خمس اسابيع بتبان جستشنال ساين بتبان ايه؟ جستشنال ساين والجستشنال ساك طبعا تبتدي تبان عند خمس اسابيع ولما البيتا اتش جي باكتر من 1500 مظبوط كده؟ طيب عند ست اسابيع يبتدي يبان بيبي في فيتال هارت ساوند يبتدي يبان بيبي في فيتال هارت ساوند عند ثمان سوري سبع اسابيع ابص بقى الاقي لمس لمس غنومه كده اتحرك كده خلاص؟ يبقى ده وابتدي اقيس الفيتال بايومتري. ايه الفيتال بايومتري دي؟ اما البيبي بقى يبتدي بس الكلام ده بقى بعد 12 في اول الفيرست تريمستر الفيتال بايومتري هو ان انا اقيس الكراون راب لينس بصوا ده اسمه ايه؟ ده في الفيرست تريمستر. بعد كده ابتدي اقيس باي بارايتال ابتدي اقيس ترانس ابدومينال دايمتر ترانس ثوراسيك دايمتر ابتدي اقيس الفيمر لينس دي اسمها فيتال ايه؟
فيتال بايومتري. تعالى اوريكم كده. عايز تفنون يا مجدي الفيلم. بص يا اولاد دي جيستيشنال ساك. شايف يعني ايه جيستيشنال ساك؟ الجيستيشنال ساك هي اللي باينه بيضه قوي دي بس. امال ايه اللي حواليها ده؟ ده الديسيديو. اللي حواليها ده ايه؟ الديسيديو. الساك هي اللي باينه بيضه والفلويد اللي جواها باين ايه؟ باين اسود. بصوا في بيبي حاجه كده صغيره كده بس لسه انا ما اقدرش احكم ده سونار في 5 اسابيع اللي باين فيه مين اللي هي مين؟ الساك. 5 اسابيع وحته في يوكسك صغنن بس ده انا ما اقدرش اعتمد عليه. بعد شويه بص بقى عند 6 اسابيع بيباني انا اختي حوا بصوا يبتدي بقى ايه تقول لك يا شبه بابا بالظبط. تعمل ايه بقى على طول؟ كاريو تايبنج. لان الواد ده اكيد فيه انا هم اللي طالع لهم خايفين داون ده مش محتاجه دي يعني لما اول ما تلاقي واحد يقول لك شبه بابا 5 اسابيع على طول كوريونيك فيلا السم على طول عشان بقى لو الواد ده طالع لهم ننزله ونخرج. بص شايف شايف الهارد ساوند وهنا بقى انا ممكن اوقف. اه لا معلش فاتنتنا الحته اللي فاتت دي مهمه قوي. بص هو راح موقف الصوره وعامل ايه؟ شايفين حاطط سهم هنا وسهم هنا. ده بيقيس ايه بقى؟ براون. فهمنا ولا لا؟ ماشي؟ صوت القلب ممكن بقى بالدبلر. بص هنا يعني ايه دبلر؟ بص يعني ايه دوبلر؟ يعني ابتدى يحط الموجات كالر دوبلر مش كده؟ الترا ساوند كالر دوبلر ستادي وفيتال باب فلو صح؟ قلنا الاسم كده اهو ادي الترا ساوند كالر دوبلر ستادي وفيتال في الفيتال هارت بتاع البيبي اللي عمره 6 اسابيع او 7 اسابيع صح ولا لا؟ شايف؟ الترا ساوند كالر دوبلر. وهنا هيبتدي يرسم ايه؟ سيستول ودايستول سيستول ودايستول. هو بس مش ظابطها قوي لو ظبطها هيبتدي يرسم مظبوط زي الرسمه اللي سيادتك شفتها. طيب الـ عندنا موضوع بقى ما هو يعني موضوعين سرعة جدا. موضوع اسمه عايزكم تستمتعوا بقى انجوي يوم السبت من يعني بصوا اي كلمه تقال بعد ما مش هسمعها ماشي؟ يوم السبت حصتنا الساعه 12 12 ظهرا. الكلمه اللي هي عندي لونج سيبه اليوم ده بس. انا عمري اديتك الساعه 12 ما اديتكش قبل كده ولا هديك بعد كده الساعه 12. اليوم ده ما تروحش اللونج الساعه 12 ليه؟ لانه انا شورت اللونج الميني جيب بتاع الماكرو الميكرو ايه ما يشتغل. ها عايزينها 12 ونص بقى انا اتفاوض. ايه؟ لونج من واحده لونج من واحده يبقى الساعه 1 في ميعاد النوم خلاص؟ اللي عنده لونج ما يتزودش غيرين حتى على الاقل. اه معلش اه صح ماشي انا موافق يبقى من واحده من واحده فين ينف ماشي؟ طيب ليه يوم السبت؟ ليه يوم السبت الساعه 1؟ عشان بس تبقى فاهم مش عسف مش عسف هو في عندي بديل تاني يعجبك يوم الجمعة يعجبك ولا انا ولا انت الجمعة دي ايه الفكرة؟ ايه الفكرة؟ هقول انا ايه الفكرة؟ الفكرة حصة الليبر الأولى فيها مقطوعية لازم تتاخد على بعضها. المقطوعية دي تعمل لها بتاع 3 ساعات ونص زي بتاعت أيام زمان. فاهمين الفكرة ولا لا؟ دكتور ما هتخليها الصبح والطول عادي. اه مفيش مشكلة نضيع يعني لو دكتور يعني بص قلت مثلا من 7 لحد 10 مثلا ونروح ناخد الغياب جاب اللونج جاب اللي هو السيشن الثاني واللونج ماشي عشان يا دكتور الساعة 1 هنيجي ننام يعني هنيجي ننام. لا مش هتنام بالعكس. لا خالص والله من واحدة لأربعة احنا بنعمل عليه من كلية السنين اللي فاتت والله.
من بعد واحدة بننام والله. طب يلا ونيجي الساعة 9 دوت ايه؟ ناخد بريك الساعة 9 ناخد غيابنا ونيجي. معلش اسألكم كلكم، بصوا الفكرة دي انا عملتها قبل كده كويس؟ واتس فاين ما فيهاش مشاكل وحلوة جدا ما فيهاش مشكلة. ان احنا ناخد السبت 7 بس انا خلاص على الساعة 11. ماشي ماشي خلاص كده؟ لا لا ليه يا باشا؟ لا معلش ثانية واحدة بس كده. اللي مش ثانية واحدة اللي مش موافق على الفكرة دي ينفع ايه؟ على فكرة بس كده فكرة 7 4 4 شكرا 4 مش موافقين. طيب معلش عشان اتاكد اللي موافق بقى على فكرة 7 دي ينفع ايده؟ شكرا دي عيب الديمقراطية خلاص؟ اه والله بجد ديمقراطية تخلي واحد زي الواد ده حزين بس اشرح لي وجهة نظرك اسمعها. ما اعرفش حته تبقى الصبح انتوا نايمين فيها يعني. طيب بصوا بقى خلاص خلاص بقى يبقى احنا 7 معلش هندي 7 بس انا هخلص 11 متفقين؟ اجين 7 في بريك اللي عايز يروح ياخد غيابه يرجع بريك محترم ساعه الا ربع حلو كده؟ اه بريك محترم. ليه؟ هنعمل بريك على 9 هناخد من 7 ل 9 ونعمل بريك الساعه 9 نروح ناخد غيابنا ونرجع وابتدي تاني من 10 الا ربع لغايه 11 11 وربع وثلث كده حلو كده؟ امين؟ امين؟ طيب عمرو انا عايزك معلش تكتب لي الكلام ده بوضوح في كل حته في الجروب بتاعنا في جروب الدفعه في كل حاجه ماشي؟ دي اول حصه ليبر للدكتور عبد العليم بوضوح شديد جدا خلاص. ليه؟ في ناس بتحب تحضر الليبر معايا يعني انا عارف في ناس بتحب تحضر الليبر يعني او مفيش بس يبقى واضح بوضوح يعني ايه يعني الدكتور هيدينا من 7 ل 9 هنروح اللي عايز يروح ياخد غياب ويجي ماشي اللي مش اللي عنده غياب ينقف ماشي وبعدين هيكمل بعد كده من الساعه 10 الا ربع لغايه الساعه 11 11 ونص واللي عنده لونج يروح يلنج اللونج بتاعه حلو كده؟ فين النص؟ انا شايف ان ده كويس. هجيب عرايس. هجيب عرايس وعرسان انت جاي تخطب؟ اه طبعا. لا شيخ عبد العزيز جاي ومنامين وبتاع تشوفوا بقى هنا طبعا في بلفس تشوفوا بلفس الديناصور عامل ديناصور واخش اتولد منه. في شغل فاخر على الاخر طبعا اي حد اسمعوني اي حد في الفترة اللي فاتت كان بيغيب الاسبوع الجاي خلاص انا طبعا سايبكم تتبرقعوا كل واحد بياخد يومين اسبوع ثلاثة اسبوع معنا من الاسبوع الجاي وطالما انتوا عجباكم الفكرة دي هنشوف هنجربها انا جربتها افهم بس هنجربها لما تبقى لطيفة مش هستخدمها الاسبوع الجاي ممكن استخدمها في الريفيجن حصص الريفيجن بتبقى طويل حصص الريفيجن بتبقى طويل فلو انت عايز حصص الريفيجن تبقى بعد الظهر انا عايزها جربنا لقينا الموضوع ده كويس وانا شخصيا السنه اللي فاتت طبعا انا بدرس مرتين المره الاولانيه كانوا حابين بعد الظهر المره الثانيه حبوا الفكره بتاع الصبح ده الصبح عشان بيبقى اليوم بقيته معانا بص انا شخصيا الافضل بالنسبه لي الصبح انا بضطر الغي حصص في عين شمس ومش عارف ايه وبتاع وعوضها يوم الجمعه عشان اراجع للمصري العين على اساس ان في ناس انما بالعكس الافضل بالنسبه لي ان انا اشتغل من 7 ل 10 10 ونص وامشي ده الصح يعني طيب المهم عايزين نطول في الموضوع ده عندنا حصص الاسبوع الجاي شغل ليبر بقى ومال برزنتيشن مش عارف ايه ضمين عليهم اهو مالتي فيدباك حصص فيها شغل تراين رابتشر يعني فيها اكشن خلاص اخر حصتين دول عشان اللي هي بعتبره الجزء الادبي عارف انت في علمي وادبي ده ادبي ها بس لازم يخلص مش حل لازم طيب طيب عندي بوقين كلام سرعة بوقين كلام سرعة في 10 دقائق بوقين كلام البوق الاولاني اسمه سكرينينج اوف فيتال كونجنتال مالفورميشن الشابتر ده من اجمل الشابترز اللي مكتوبه في الكتاب لم يكن اجملهم على الاطلاق بس انا هكتبه لك
في المختصر المزيد يعني هكتب لك كده هو البتاع ده احنا ممكن نقفله خالص. الكعبازين ده ايوه الله عليك يا حبيب والديك. طب ايه بصوا بقى خد مني بقى خريطتين كده في السريع البني، خريطه فيتال بيرس انجري وخريطه ايه كونجنتال سكريم بتاع كونجنتال مالفورميشن. تك تك في السريع بص يا سيدي. رقم واحد لما اجي اعمل سكريننج ل اي حاجه في الدنيا، انتوا عارفين ان السكريننج ده بيبقى ايه؟ لابوراتوري ايمجنج اندوسكوب بايوبسي. اسمع معايا وهتلاقي والله العظيم ثلاثه قلت لك كل اللي في الكتاب بس بطريقه كده سحريه لوزعيه سكريكي بتروح وتيجي. بص يا سيدي لابوراتوري ان انا اعمل سكريننج عن طريق ماتيرنال سيروم. ماتيرنال ايه؟ سيروم. والسكريننج طبعا احنا بنقي عنوان الدرس عشان في ناس ايه سكريننج اوف كونجنتال فيتال مالفورميشن. عنوان الدرس سكريننج اوف كونجنتال فيتال مالفورميشن. زمان كان السكريننج بتاع الكونجنتال فيتال مالفورميشن ده بيتعمل للعينين الهاي ريسك فور كونجنتال فيتال مالفورميشن اللي هم مين؟ برافو عليك الاولد ايج الدايابيتكس اللي عندهم ميديكال ديس اوردرز يعني اللي عندهم قبل كده عيل فيه كونجنتال مالفورميشن القرايب مش كده؟ ده من باست هيستوري او اللي هم في اول الحمله تعرضوا لتراتوجين او الراديشن. دلوقتي بقى اولموست روتين بيتعمل لاغلب الستات كويس؟ بس يعني الكلاسيك فين ويتعمل عينين هاي ريسك. الماتيرنال سيرم سكريننج ينقسم الى ماتيرنال سيرم ماركرز. والماركرز يا اصدقائي عباره عن A pregnancy associated plasma protein A بابا A بابا هنا هنا اهو بابا يعني pregnancy associated plasma protein A. طيب وبيتا اتش سي جي وماتيرنال بس الاول وايسترايول اللي هو الاي 3 وماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين كويس كده؟ دول ايه؟ الاربعة ماركرز اللي حلتنا، الاربعة ماركرز اللي ايه؟ اللي حلتنا. الاربعة ماركرز اللي حلتنا دول في الفيرست تريمستر من 11 إلى 13 أسبوع بعمل حاجة اسمها دبل سيرم ماركر. يعني ايه دبل سي أو دبل ماركر تيست عشان يبقى زي الكتاب دبل دي ام تي اللي هو دبل ماركر تيست كويس؟ من 11 ل 13 اسبوع باخد الناس دول واعمل بيهم حاجه اسمها دبل ماركر تيست. وبعدين من 15 ل 17 قول الكتاب كاتب 15 ل 16 براحتك. يعني انا بحب ساعات بدلع نفسي 11 ل 13 15 17 انا شغال فردي. شغال ايه؟ فردي. عايز 15 اهي مش عاجبك؟ اهي 15 اهي ها اهي بقى عشان انا اسال انا بقى ايه رايك؟ خلاص؟ اصلا انا الحنين. طيب بص ده اسمه ايه بقى؟ اسمه تريبل ماركر تيست. ايه اللي بيحصل؟ مالكش دعوه. طيب في حاجه اسمها بقى ايه؟ سيلف فري فيتال دي ان ايه. اسمعني بس انا هفرد شغلي واقول لك بقى ايه اللي بيحصل ماشي؟ يعني ايه سيلف فري فيتال دي ان ايه؟ دي رساله الدكتوراه بتاعتي انه الستات مش الستات البيبيهات في الخلايا بتاعتهم بتتكسر ويطلع منها دي ان ايه وتلاقي الدي ان ايه بيسبح كده في الماتيرنال بلازما لوحده في الماتير يعني ايه؟ يعني مش في خليه في دي ان ايه عايم كده خرج الفيتال سيلز اتكسرت خرج الدي ان ايه عايم بقى مع نفسه كده. ده يسموه سيل فري فيتال دي ان ايه. يسموه ايه؟ يعني ايه سيل فري؟ يعني مش في خلايا تحرر من الخلايا بقى سيل فري فيتال دي ان ايه. سهله؟ ماشي. الايمجنج بالاساس هو الالترا ساوند والالترا ساوند في الحمل مرتين صح؟ مره امتى؟ 11 ل 13 والمره الثانيه 20 بلس والماينس يعني نقول 18 22 اللي هي 20 اللي احنا حافظينها بتاعت حسين الجسمي صح؟ حلو. الام ار اي في الحمل اكيوريت وجميل وعسليه ولكن يا
اكريت وجميل وعسليه. ولكن في مشكله في الام ار اي. يقول لك ايه؟ انت لما تروح الام ار اي يقول لك ما تتحركش، اوعى تتحرك، صح؟ طيب انت اوعى تتحرك، موافق؟ اوعى تتحرك. طب والبيبي تعرف تقول له كده؟ ليه؟ لان ده رنين مغناطيسي معتمد على نزول الماجنتيك ريزونانس دي على جسم ثابت، فانت مش هتعرف تقنع البيبي لمؤاخذه انه ما يتحركش عشان تعمل له ام ار اي. بس لو هو ثابت وعملت ام ار اي اتس فيري اكيوريت، كويس قوي. ففي عيبين، ان الجنين مش ثابت، والعيب الثاني انه غالي. انما هل في ناس بتعمل ام ار اي فور انومال سكان؟ اه، في بعض الانومال سكان النادره قوي بتعمل فيها ام ار اي. في حاجه اسمها فيتوسكوب، ان طبعا دول مش مكتوبين في الكتاب، بس انا والله اصدقك والقول يعني، ما بديك درس دي بشكل لطيف. نيجي بعد فيتوسكوب، ان انا او مدخل ترانس ابدومينال الترا ساوند جايدد، مدخل منظار ابص بيه على الجنين. غالبا الفيتوسكوب بيبقى ثيرابيوتيك مش دايجنوستيك. يعني ايه؟ يعني الاقي بيبي مثلا عنده حاجه اسمها بوستيريور ريسرال فالف. يعني ايه بوستيريور ريسرال فالف؟ بلاش حاجه هناخدها عشان بلاش دي. الاقي بيبي توينز، التوينز دول فيهم بيبي واكل حق اخوه، اسمه توين تو توين ترانسفيوجن سندروم. فخش بالفيتوسكوب اكوي الفيتال فيسل الانستوموزس اللي بينه، ماشي؟ ها، يعني الفيتوسكوب موجود بس هو غالبا بيبقى ايه؟ ثيرابيوتيك. هخش اشوف الفيسل واكويه، يبقى هو دايجنوستيك وايه؟ وثيرابيوتيك. طيب البايوبسي كوريونيك فيلا سامبلنج، يعني اخش اخد سامبل من الكوريونيك فيلا فردي. فردي يعني ايه؟ 11 13 عادي، مع اخواته مع اخواته مع اخواته. امنيو سينتيسيس 14 16 زوجي. كوردو سينتيسيس 20. الله. طيب طبعا نفهم ايه الحكايه. طبعا هتبص تلاقي الكتاب فوكست على حاجه مهمه اسمها السكريننج بتاع الداون سندروم. سكريننج اوف داون سندروم. بنلاقي ايه في الداون سندروم؟ بغض النظر انا بعمل دبل ماركر ولا تريبل ماركر، زي ما علمتك اول ار داون ان داون اكسبت اتش سي جي من بره. الله الله. هبص الاقي في الداون دي صغيره قليله وده عالي ودي قليله ودي قليله، خلاص خلص. بتيجي في السكند تريمستر تعمل الدبل ماركر سكريننج، فتلاقي البريجننسي اسوشيتد بلازما بروتين دي عالي، وتلاقي البيتا اتش سي جي عالي. لحسن يبقى دار، لحسن يبقى دار. فتبتدي في كالكوليشن كده بتحسب الريسك، تيجي تشرح للست تقول لها يا ست الريسك بتاع الداون عندك 1 ل 440، 1 ل 1000، 1 ل 20000، 1 ل 3 مليون، او تقول لها 1 ل 10. بس خلي بالك لما تبقى الريسك 1 ل 3 مليون ده فيري سمول ريسك، بس جايز تطلع هي الواحد اللي في 3 مليون. فاهمين حاجه؟ ولما اقول لها 1 من كل 10، يا بس جايز تطلع هي 90%. انا لسه عندي 90 في كل 10 ستات، في 9 مش هيبقى عندهم. فاهمين حاجه ولا لا؟ مهما كان الريسك عالي، عمر ما اقدر اعلى ريسك على فكره 1 ل 10، يعني في 1 ل 10 ده، ويعني كل لما هبص على العيال دول في 9 عيال من اللي الريسك بتاعهم 1 ل 10 كويسين. يبقى الماركر تيست او السيرم ماركر تيست ما تقدرش تقول لي. امال مين يقول لي؟ ما اقدرش اقول من غير كاريوتايبنج. كاريوتايبنج في ناس تستعجل، ناس تستعجل وتقول لك ما نعمل كوريونيك فيلا سامبل، تتعمل تقريبا من نفس الايج اللي هو من 11 ل 13 اسبوع. يعني ناس تقول لك ايه من 8 ل 12 ماشي برضه شغال. يعني انا ممكن اعملها من اول 10 ل 12 8 ل 12 اسبوع، يعني بعملها الاختصار في الفيرست تريمستر. باخد عينه من الكوريونيك فيلاي. الكوريونيك فيلاي رابيدلي ديفايدنج سيل بتطلع لي النتيجه بكره. وذ ريسك اوف ابورشن 2%. بس في مشكلة، أنا ريسك اوف ابورشن 2% ده معتمد على دبل ماركر تيست. فالناس غالبا تقول لك لا فكك من الكلام ده،
سيبك 11 ل 13، هنستنى عند 15 ل 17 صح؟ لو لقينا التريبل ماركر تيست برضو عالي، ساعتها ابقى اعمل امنيوسينتيسيس. بعمل ايه؟ امنيوسينتيسيس. مشكله الامنيوسينتيسيس انا بخش طبعا هتلاقي مكتوبه كلمه 22 جاوتش نيدل، يعني ايه 22؟ يعني رفيعه الرقم، يعني بقول لك 8 جاوتش نيدل يعني تخينه. كل ما الرقم يبقى قليل كل ما كانت ايه؟ تخينه. 22 جاوتش نيدل يعني ايه؟ رفيعه قوي، تقريبا ارفع نيدل. بتخش الترا ساوند جايدد تجيب شويه امنيوتك فلويد، تجيب لك 20 سنتي امنيوتك فلويد. طب انا ليه بجيب 20 سنتي امنيوتك فلويد برغم ان انا ممكن اخد 0.5 ملي في الكوريونيك فيلا سامبلنج؟ لان الكوريونيك فيلا سامبلنج باخد فيها رابيدلي ديفايدنج ايه؟ سيل، هي كوريونيك فيلا بتطلع النتيجه بسرعه. انما الثانيه انا باخد فيها الشيدد سيلز، الخلايا اللي شدت من الامنيوتك ساك ومن السكن، فالخلايا دي مش رابيدلي ديفايدنج قوي، فبقعد بقى اخد كميه كبيره وازرعهم واستنى. فهمتوا الفرق بين الكوريونيك فيلا سامبلنج والامنيوسينتيسيس؟ ده بيتعمل امتى؟ الفرق الاولاني ده بيتعمل امتى وده بيتعمل امتى، صح؟ الفرق الاولاني باخد هنا قد ايه وباخد هنا قد ايه. الفرق الثالث النتيجه هنا بتطلع بسرعه قد ايه والنتيجه هنا بتطلع متاخر قد ايه. واضح؟ طيب يبقى بتمشي الدنيا ازاي؟ بتمشي الدنيا بعمل دبل ماركر، لقيت الدبل ماركر ده عالي فابتدي اعمل تريبل ماركر، لقيته برضه عالي اعمل امنيوسينتيسيس. الناس اللي متسرعه ممكن تعمل كوريونيك فيلا سامبل. وخليك عارف ان الريسك اوف ابورشن دي الحاجه المشتركه اللي ما بينهم هما الاثنين، انه دايما ايه 2%، فمش فارقه. الامنيوسينتيسيس لما اجي اقول لك ايه الكومبليكيشن اوف امنيوسينتيسيس او كوريونيك فيلا سامبل، مش ده بروسيدجر انفكشن انجري ليدنج، صح ولا لا؟ يعني ممكن يدخل انفكشن، ممكن يعمل انجري للبلاسنتا او انجري للجنين، وده ينتهي في ميسكارج او فيتو ماتيرنال هيموريدج، وفيتو ماتيرنال هيموريدج يعمل ار اتش ايزو ايمونايزيشن. ولذلك لما اجي اعمل كوريونيك فيلا سامبلنج او اعمل امنيوسينتيسيس لعين ار اتش نيجاتيف لازم ادي حقنه ايه؟ انتي دي. ايه بقى حكايه الالترا ساوند؟ الالترا ساوند بيزود الاكيوريسي بتاع الحاجات دي بحاجه اسمها سوفت ماركر. يعني ايه سوفت او سوفت تيشو ماركر؟ يعني هشوف حاجات كمان تقول لي ان البيبي ده داون او ادوارد او باتو. الحاجه دي اسمها نيوكل ترانسليوسنسي اكتر من 3 مللي. ايه نيوكل ترانسليوسنسي؟ مرسومه عندك في الكتاب او صورتها موجوده عندك في الكتاب اعتقد. انت كده الصفحه ايوه اهي. النيوكل ترانسليوسنسي دي ده البيبي اهو، في هنا في القفا النوتوكورد اللي هو في اول بقى تكوين البيبي ده خالص، بيبقى لونه شفاف كده، شفاف، ويبقى فيه في ظهره كده حته، او سوري لونه يعني ما بيضوا، فيه في ظهره حته كده شفافه. الحته الشفافه دي هو شويه سكين اديما موجوده في كل البيبيات، يعني فلويد في القفا. لما الفلويد ده يزيد كده ده اسمه انكريز نيوكال ترانسليوسنسي. نيوكال ترانسليوسنسي ده معناه، كان جدي زمان يقول لي افاك بدرج، انا ما بفهمش يعني افاك بدرج دي، فطبعا هو كان يقصد ايه افاك بدرج؟ يعني ايه كل واحد يجي يلزقك على افاك فيبقى افاك عريض كده. لما كبرت عرفت ان افاك بدرج ده شتيمه اعمق بكتير قوي، انه زياده النيوكال ترانسليوسنسي دي معناه ان البيبي ده مال فورم. البيبي ده ايه؟ مال فورم. بلد. مال فورمد على فكره بقى، لو النيوكال ترانسليوسنس دي اكتر من 9 مللي الجو هوم بيبي، الجو هوم بيبي تقريبا 0.5%. يعني انت بتقول او فوق ال 3 مللي، طب اللي فوق ال 9 مللي؟ يعني كل لما تزيد البرينيتال اوت كام بيبقى ايه؟ اسود. فاهمين ولا لا؟ اوكي. ليه بقى؟ لان باثوفيسيولوجي معقد قوي، ممكن يعملها انومالي كاردياك، انومالي ليمفاتيك، يعني قصدي انما ات ذا اند اوف دايز ايا مكان الباثوجينيسيس اللي عملها، ده معناه ان البيبي ده فيه كارثه. وكل لما قفاه يبقى في درج اكتر، كل ما قفاه يعرض اكتر، كل ما يبقى فيه عندنا مشكله. بنحسب كمان النيزل بون هايبوبليزيا في المناخير، فين الداون بيبقى افطس يعني كده. بنحسب كمان الكاردياك انوماليز، سواء
الكو اركيتيشن ترايكاسبيت ريجيرش، كل دي اسمها سوفت تيشو ماركر اوف ايه اوف داون، ودي بتزود الاكيرسي بتاع الداون سندروم. ماشي، مش عايزين ننسى ان السونار بتاع 20 اسبوع ده بنعمل فيه الاول، مش عايزين ننسى ان السونار بتاع 13 اسبوع ده ساعات بيجيب كونجنيتال انوماليز ثانيه اشهرهم الانكيفالي. انا خلصت كده الداون، فهمتوا الداون؟ فاضل لي في الداون حته صغنونه، انه لما باجي احسب الريسك بدخل فيه ايه؟ بدخل فيه بقى الماتيرنال سيرم سكريننج مع الالترا ساوند مع الماتيرنال ايج. يبقى الريسك بتاع الداون فيه ثلاث حاجات بيخشوا، الايج وعلى فكره ده اهم واحد تخيلوا، والسيرم ماركرز والسوفت ماركرز اللي هم بتوع الالترا ساوند. وابتدي اكسبلين بقى للام، والله انت هاي ريسك، لا انت لو ريسك، لا انت مش عارف ايه، مش كده؟ طيب يبقى خلصنا وفهمنا يعني ايه سيرم ماركر. سيلف ري فيتال دي ان ايه بقى؟ سيلف ري فيتال دي ان ايه بيتاخد، وطبعا غالي قوي، هو نون انفيزيف، ميزته انه نون انفيزيف بس عيبه ايه؟ انه غالي قوي. طيب عرفنا الالترا ساوند 11 ل 13 اسبوع بشوف فيه نيوكال ترانسليوسنسي، وفي حاجات تانيه في الباد بي زي الانكيفالي زي السيستيك هايدروما. انكيفالي الاقي بيبي بسموه فراك ساين من غير الراء من غير سكالب كده، والسيستيك هايدروما الاقي بيه فيه هنا ايه تجمع من الليمفو، يعني هو السيستيك هايدروما ده حاجه زي الليمفاتيك مالفورميشن بتيجي في الرئه. طيب 20 اسبوع كل الانومالي بقى داون ومش داون، سكيليتال ورينال وجي اي تي وكل اللي وهرنيا وكل اللي انت عايزه. ماشي، طيب ام ار اي في سكوب اتكلمت عنهم بسرعه، كوريونيك فيلا سامبلنج وامنيوسينتيسيس، بجيب فيتال سيلز، بجيب فيتال سيلز، بعمل ايه بالفيتال سيلز؟ طبعا طبعا بعمل فيهم كروموزومال ستادي، والكروموزومال دي بعرف بيها الكروموزومال ديزيز، وباي ذا واي بعرف كمان الفيتال سكس. بعمل جينيتك ستادي، يعني ايه جينيتك؟ ببص على الجينوم عشان الاقي مرض مثلا زي الهيموفيليا، ومرض الهيموفيليا ده ايه؟ جينيتك وليس كروموزومال. طيب ممكن اعمل ستادي لانزايم عشان اعرف حاجه زي الجي ساكس بي دي، خلاص لوفوليزم، مش كده؟ عارف اعمل استادي لايه؟ لانزايم. ده ان انا باخد فيتال سيلز. الانيوتيك فلويد اللي انا خدته ده كمان ممكن اقيس فيه شده الاصفرار، فاكرين؟ عشان الار اتش ايزونيزيشن ممكن اعمل فيه ال اس ريشيو عشان اعرف الفيتال ماتيوريشن. دي الدايجنوستيك فاليو اوف امنيو ايه؟ سينتيس. اخر حاجه كورديو سينتيسز، ما بخش في الامبليكال فين عند السايت اوف انسرشن في البلاسينتا، اما اجيب ادي البلاسينتا كده وادي الامبليكال فين هنا، باجي اخش فيه هنا كده عشان الار بي سيز اللي انا اديها ترجع على البيبي، عشان الار بي سيز اللي انا اديها ترجع على الايه؟ على البيبي. لما بحل البلاد اللي هو او نيجاتيف ايراديت البلاد ده، ها فين السؤال؟ ماشي. طيب كورديو سينتيسيس باخد، ممكن اخد بيه عينه بلاد او ممكن احقن عينه بلاد، ما بلاقيش انا بلاد فيسلز ويل ديفلوبد واقدر اخد منها عينات قبل 20 اسبوع. قبل ايه؟ 20 اسبوع. باجي عند 20 اسبوع، في طبعا في السنترز المتقدمه شويه ممكن تلاقي رقم اسمه 18، يعني 18 او 20، اقدر اخد عينه اقيس فيها البيلروبين واقيس فيها الهيموجلوبين واقدر ادي دم، يعني كورديو سينتيسيس ده رايح جاي، وغالبا بيستخدم في علاج العيال اللي فيهم فيتال انيميا اللي هم اشهر واحد فيهم مين؟ الار اتش ايزو انيميزيشن، يا اخد دم يا ايه؟ يا احقن دم. شكرا ليكم، ولما ناخد الفيتال بيرس انجري مع البنش خلاص احنا اتفقنا بس.